مرحبا بضيوفنا يا هلا والفن هلا. مرحبا في دار الشيخ يا أسفل المستحيل في كويت الأزراف رفع لمها وتلا. دار شيخنا اللي أمها بات بلاده ما زال. مرحبا باللي لبونا أدد وبالمخيل، مرحبا بضيوفنا يا هلا والفن هلا. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم ولكم أجمل تحية من هذا اليوم، اليوم الثاني لبطولة سمو سيدي قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ودام لنا ذخرا وعزا لهذا الوطن القالي على القلوب بدعم سموه وتواصل سموه لهذا النجاح ولهذا التطور من هذه البطولات التي نشاهدها لهذه البطولة الخليجية 19 على التوالي. وفي هذه المشاركة رحب بضيوفي خالد العجمي، حياك الله يا ابو راشد. يا مرحبا ومساء مباركة، ارحب فيكم ومسي الخير على مشاهدينا وجمهورنا ونقول اسعد الله مساكم، حياكم الله. مرحبا بك اخوي عبد الهادي العجمي، مرحبا بك، حياك الله، ساعة مباركة، الله يعطيكم العافية، يعطيكم العافية وموفقين ان شاء الله، طول عمرك الله يجزاك خير. اليوم طبعا مشاهدينا نتابع وياكم مثل هذه السباقات وكذلك ايضا سباقات الهجم في دولة الكويت، وهذه البطولة مستمرة حقيقة. اليوم الثاني كان يوم امس، كان يوم حافل بالإنجازات منذ الصباح الباكر في الساعة 6 صباحا بانطلاقة تقريبا 16 شوط وكذلك أيضا في الفترة المسائية 4 أشواط. الآن نتابع حقيقة جميع مضمرين، جميع حقيقة ملاك الهجين في متابعتهم براشد. الآن نشوف التجهيزات ونتابع أيضا هذه الترتيبات من قبل أخوان المشاركين. لا شك أبو مبارك، اليوم الثاني لهذه البطولة، بطولة الكويت 19، وهو اليوم المخصص اللي جاي أبكار، وهناك ما يقارب 11 شوطا لهذا اليوم، وخصص أول شوطين على الرموز وعلى الكؤوس، الشوط بكار الأول على الكأس والشوط الثاني القعدان، وهو يعتبر الشوط الرئيسي الأول أيضا للقعدان على الكأس. ونتمنى التوفيق للجميع في مثل هذه الأشواط التي يتنافس عليها أو فيها أبناء مجلس التعاون، فهذه الأشواط الأولى دائما تكون أشواط مثيرة وشيقة وفيها يعني حماس وفيها ندية، فنرى عدد كبير من المشاركين في هذه الأشواط. نعم بالفعل عبد الهادي، أيضا اليوم الأجواء أجواء حقيقة سباقات هجن، أجواء كذلك أيضا متابعة الإخوان ومشاركتهم من قبل جميع المضمرين، جميع أيضا التجهيزات اللي نشوفها طبعا مع جميع المشاركين اللي الآن الستارت في مسافة 5 كيلو. اليوم طبعا كلبوا 5. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. اليوم تعتبر من بدايات سن الكبار اللي هم اللقاية وانت طالع ما شاء الله، واليوم بداية الرموز، اليوم يوم يعني بداية الرموز، الرموز غالية وشوط الكؤوس ما شاء الله. نتمنى للجميع التوفيق في الشوط الأول والشوط الثاني وشوط اللقاية من 5 كيلومترات. ويعني الترتيبات والأجواء اليوم ما في شك يعني حماسية حماسية والله يعينهم، الله يعينهم. هذه أشواط يا أبو مبارك، أشواط اللقاية دائما يأتي فيها تنافس وقوة وتحدي بالفعل، أشواط اللقاية، فأشواط اللقاية اليوم أو شوط البكار اليوم فيه أسامي قوية وصعبة، وفيه يعني تحضر شعارات لها بصمتها ولها يعني إنجازاتها، فما أحد قدم في مثل هذا الشوط إلا بكرة يكون لها رصيد، يكون لها سبق، يكون لها ماضي، أو رجال هاقي بكرته اليوم إنها يعني تسوي خبر. نتمنى التوفيق للجميع. براشد وشوف طبعا جواز السيارات ما في شك، هذه أبو مبارك اليوم واحد من الجواز اليوم بيروح للقاية بكار، وواحد ثاني بيروح للقعدان اللي هن ياسين بترول أبيض. يعني عندنا
يا ابو راشد. شوف الله يوفقهم. والله فيه بكره قويه لبن شعفول اللي هي الحذره لها يعني لها سبق في الوثبه او سوت انجاز في المكرمه ومكرمه الشيخ زايد في الوثبه، وفي ايضا التله مهرجان محمد بن زايد. شو اسم البكره؟ الحذره سامي بن راشد بن علي المري من المملكه العربيه السعوديه مع بن شعفول، وعليها وعليها ترشيح من اخوي سالم بن ناصر بن رملان او ناصر بن سالم بن رملان المري، نتمنى له التوفيق. وايضا هناك بكره اللي قايه السلطان بن محمد الفهيده المري، ايضا لها يعني ماضي ولها انجازات. وقصور في الحلال الباقي، الحلال الباقي والله يعني كلهم خطيرين، كلهم خطيرين ولهم بصمات، ونتمنى التوفيق للجميع. بالراية أيضا داخل بقوة، نتمنى لهم التوفيق. وأنا أتمنى أن الكاس يبقى في ميدان الشهيد هنا ولا يعبر الحدود. والله مبارك 33 شعار وكل منافس أقوى من الثاني. الحين 40 مطية طبعا مشاركين في الشوط. بالفعل أي 33 مشارك الحين. أي 44 لا 33 مطية الآن تحط على ستارت. على ستارت اللي مشارك الآن شوف الشعارات. أيوة والله شعارات ترعب، شعارات لها بصمة، شعارات قوية. هذا اللي نتمنى لهم التوفيق. الآن الركبي طبعا عليه الشعار وعليه نعم الشعار اللي هي الفوطة نقدر نسميها اللباس الآلي ومنسميها الفوطة. هذه الشعار اللي تمثل صاحب المطية، يعني كل مضمر أو مالك له شعار معين. والمذيعين مخضرمين مثل أخونا هادي وعادل وبسام وبن سحمي دائما ما شاء الله عليهم يعرفون المطالع حتى بدون لا يقرون أساميها بشعار بشكل شعارات، لأن كل مما يعني تعمق في أو كثر الممارسة والتعليق خلاص عطته خبرة من يوم يشوف الشعار هذا شعار فلان بن فلان. نعم هذه شعارات مميزة أبو راشد أبو مبارك، صارت الشعارات الآن مميزة. مثلا على شعار كرة قدم فريق يتابع مثلا فريق مانشستر يونايتد أحد نفس الشعارات، صارت يعني فيها منافسة يعني ما شاء الله. صارت اللي هذه عندنا في الكروية نسميها دريسات. أيوة هذا دريس شعار صحيح. لكن طبعا الركبي الآن نشوف طبعا بجهوزية من الأخوان، لكن الركبي الآن يعني الآلي هذا أصبح شيء أساسي ما في شك. صح شيء اساسي وريح الناس يعني المضمرين والملاك المدين ارتاحوا يا اخي. حطها على ظهر المطيه وفكها والله. له ورشه هني؟ اي طبعا له مكان، له ورشه، النادي ما قصروا وحاطين ورشه تصليح سواء، ومتوفر هو في 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 دول مجلس التعاون في قطر في الامارات في السعوديه في الكويت بعد، يعني لها اماكن محلات تبيعه وتصليح. ونشوف ابو مبارك الان الجاهزيه على قدم وساق، ونشكر لجنه الانطلاقه وعلى راسهم اخوي ابو فهد مبارك بن جعمل اللي ما يقصر وما يتوانى دائما في الاشراف على هذه الانطلاقات السليمه مع اعضاء لجنته، فلهم جزيل الشكر والتقدير. فنتمنى التوفيق للجميع، ونشوف الان الاستعداد وهو لحظات وينطلق الشوط. احنا ما احنا نعرف الانطلاقه اذا وخروا اثنين اللي قدام الستارت. لا منظمين يعني يشيكون على المطايا وعلى تعليق المطايا، فبيض الله وجيهم وجزاهم الله خير على جهودهم. والشوط شوط قوي بالفعل مثير. طيب يعني يعني المسند داش بكرتين مع محمود الوهيبي، ايضا يعني اهالي قطر بثقلهم، اهالي المملكه العربيه السعوديه بالامس اثبتوا الجداره بالرموز. السعوديه امس خذوا رمزين؟ نعم نعم. والكويت رمزين؟ والكويت ورمزين، يعني هجن الكويت اثبتت، هجن السعوديه المملكه العربيه السعوديه لها بصمتها. نعم. فنتمنى لهم التوفيق، ونتمنى ايضا اخواننا القطريين دائما في المنافسه. ننقل الميكروفون الى زملاء المعلقين الى الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبكل محبة وعطاء. أعلنت انطلاقتي أول الأشواط، أعلنت انطلاقتي شوط اللقاية البكار، أعلنت انطلاقتي شوط الكأس في منافسة هذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة
بميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه لليوم الثاني على التوالي بمهرجان سيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا يا رب العالمين ليوم الأحد العاشر من فبراير لعام 2019 للميلاد. انطلقت الآمال، انطلقت الطموحات للمشاركين والحاضرين بشعارات أبناء مجلس التعاون الخليجي المشاركين في هذا الانطلاق المسائي. 5 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط، متمنيا لجميع الأخوة المشاركين الحاضرين في هذا الشوط، شوط الكاس، بالإضافة إلى السيارة نيسان باترول لصاحب المركز الأول. مقدمة الشوط، أول المراكز، أول المتقدمين والحاضرين في هذا الحدث، في هذا التواجد. يا سلام، وصول شوميلة، شوميلة مع المركز الأول للسيد عبد الله بن سعيد العيدة مشاركا اللورد بانطلاقة شوميلة، هي من تحتل مقدمة هذا الشوط في انطلاقتها وسيطرتها على مجريات الشوط. بينما المركز الثاني الحذرة لسالم بن راشد بن علي المري يحتل الآن موقع المركز الثالث في هذه الانطلاقة، وتحدي الإخوة مع الشحانية لصالح بن فرج بن حسين بن سيقان المري يحتل المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع باندفاعة وانطلاقة هذه الشعارات، تواجد الأسماء. الله، يا سلام، شعار العيدة، شعار اللورد يحضر ويتواجد بهذا الحدث وبهذا الانطلاق المتميز ومشاركة هذه الشعارات التي انطلقت في هذا الحدث. المركز الخامس في انطلاقة واندفاع الواعية، سهيل بن رملي بن محمد العامري يتواجد مع المركز الخامس في انطلاقة الشعارات. هذه نتيجتنا الخمس المراكز الأولى. نداؤنا الأول للمتواجدين في شوط الكاس، في شوط الكاس، في حبس الأنفاس مع شعار العيدة، شعار العيدة حاضر ومتواجدا في هذا الحدث، في هذا الانطلاق، في شوط الكاس، في شوط الكاس. لكن شوميلة مع المركز الأول. أما المركز الثاني، شعار العيدة يحضر ويتواجد مع المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء بمتابعة أيضا عبد الله بن سعيد العيدة يحضر ويتواجد مع المركز الثاني. الله الله الله، إذا هناك منافسة الشعارات، منافسة أيضا الأشقاء الحاضرين في انطلاقتها واندفاعتها. لكن لا زال اللورد محافظ على مركزه المقدمة مع شعار اللورد، لكن شوميلة، الله يا هذا الاسم الكبير الذي صال وجال وحقق من الإنجازات باسم يرفرف دائما. الله يهجن أيضا أبناء قطر يحضرون في هذا الحدث، في هذا الحدث الكبير مع أيضا مع شوميلة. لكن المركز الثاني اللي وصلت أيضا ريادة لسعد بن سالم بن عبد الله بن لبح يحتل المركز الثاني. وهناك أيضا وصول مشاهدين الأعزاء بانطلاقة الشاهدية سعيد بن علي بن سعيد البريس المري مشاهدين الأعزاء في انطلاقة هذا الحدث، في انطلاقة الله يا بالراية مع المقدمة، مع الكاس. هذه الشعارات المشاركة في هذا الحدث، في اليوم الثاني بمهرجان سيدي أمير البلاد.
حفظه الله ورعاه، لكن بالرايه مع مقدمه الشوط مع المركز الاول. يا سلام يا سلام، المركز الثاني هناك الواعيه سهيل بن رملي بن محمد العام للضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركين وحاضرين. أما المركز الثالث جبارة، ولكن أرى هناك أيضا الأسماء. هذا هو شوط الكاس، هذه الشعارات الحاضرة العانية لهذا المهرجان الذي يرحب بشعارات أبناء مجلس التعاون. الكيلو متر الأخير والخطير لا زال بالراية، يعلن راية التحديد. الله 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 مع مقدمة الشوط، لكن اللي وصلت الدوحة لمحمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة مع المركز الأول مع مقدمة الشوط، لكن اللي وصل أيضا مع المركز الثاني في تحديات شعارات أبناء مجلس التعاون الأشقاء. منافسة مشرفة في شوط الكاس، لكن أرى أيضا العزرة للسيد ناصر بن محمد بن ناصر المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. أيضا وصول من مكرمة مسعود بن محمد بن ناصر بن حمد الفيدة المري، لكن أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الدوحة مع المركز الأول. أبناء قطر حاضرين متواجدين في تحدي الأبطال مع شوط الكاس. راح الكاس للشحانية، راح للدوحة، راح لأهل قطر. أهل قطر في منافسة الأبطال يحضرون ويتواجدون مع الدوحة مع المركز الأول مع الانطلاق المتميز. المركز الثاني وكان من نصيب أيضا مكرمة مسعود بن ناصر بن حمد، أو هناك العزر الناصر بن محمد بن ناصر المري. المركز الثالث وكانت منافسة قوية ما بين الشعارات الحاضرة المتواجدة بهذا الكاس بهذا الحدث المتميز. تهانينا وألف مبروك لأبناء الدوحة على فوز الدوحة في هذا الكاس الغالي، ولمحمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبة على هذا الإنجاز المتميز في شوط الكاس. ألف مبروك لدولة قطر الشقيقة حصولهم على هذا الشوط وحصولهم أيضا على هذه المشاركة وكذلك أيضا على هذا الإنجاز والإبداع ومن هذه السباقات والتحديات. شوط الرمز الربع ولا؟ شوط الرمز. شوط الرمز بالفعل، مبروك بالفعل لحصول الدوحة على المركز الأول محمد بن حمد بن راشد بن حمد العذبة من دولة قطر الشقيقة، مبروك لهم على هذا الإنجاز والإبداع. والمنافسة مو غريبة عليهم. براشد عندك؟ نعم مبارك، نبارك ونهني دولة قطر حصولها على الرمز وعلى الكاس لأول أشواط اللقاية. فألف مبروك للسيد محمد بن حمد بن راشد العذبة المري والمضمر توقيت المضمر سعيد بن بطي الزعبي. 7 دقائق بالفعل و 30 ثانية و 17 جزء من الثانية. 7 دقائق 30 يعني ثانية و 16 جزء من الجزء الثاني 17 جزء من الثانية. فألف مبروك للسيد محمد بن حمد بن راشد العذبة على حصول الدوحة على الكاس. فألف مبروك. المركز الثاني مكرمة قطعت المسافة ب7 دقائق و32 ثانية و22 جزء من الثانية مع مسعود بن ناصر بن حمد الفيدي المري. فألف مبروك حصول مكرمة على المركز الثاني من المملكة العربية السعودية. المركز الثالث على ما أعتقد أنه شعار بن شعفول اللي هي الحذرة ب7 دقائق و34 ثانية بالوفاء والتمام. تقدم مخرجنا بس البكرة هذه عشان نشوف الشعار. ألف مبروك للجميع الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى. يعني الدوحة اليوم خطفت الكأس وعبرت به الحدود إلى دولة قطر. يستاهلون ولا غريبة على الزعبي خطف مثل هذه الرموز والكؤوس. فألف المبروك للسيد محمد بن حمد بن راشد العذبة والمضمر الكبير المخضرم سعيد بن بطي الزعبي حصول الدوحة على الكاس، فلهم التهاني والتبريكات. نعم بالفعل عبد الهادي أخوي.
تهانينا والف مبروك لمحمد بن حمد بن راشد آل عذبه، وكذلك المضمر سعيد مبطي الزعبي وكافه اخوانه بمناسبه حصول الدوحه على المركز الاول وحصوله توقيت زمني مقداره 7 دقائق و30 ثانيه و17 جزء من الثانيه و16 بالفعل. الان انقل الميكروفون لزملاء المعلقين الى الميدان. اعاده الشوط، هذه اعاده بالفعل، هذه ملخص شوط شوط الرمز بالفعل. نعم الشوط الاول هذا يعني كان مميز، وكان جار الشوط جر من بدايته لين النهايه، وكانت شعارات جدا حاضره قويه من شعار العيده، كان متواجد بمقدمه السباق محمد بن راشد بن رايه اللي هي شوميله. اعتقد انها كانت لجروي بن عبد الله بن سبعان لانه مسجله باسم المها رقم 35. وبالفعل كانت مميزه ومشاركه طيبه من شوميله، لكن بالفعل الدوحه والرمز راح للدوحه. تهاني والمبروك لمحمد بن راشد العذبه، يستاهلون. وبالفعل ايضا جهاز الستارت الان هذا ابو مبارك شوط القعدان، شوط القعدان وكاس أخوي. ايضا كاس لشوط القعدان اللي جايه ورمز، نتمنى لهم التوفيق. نعم. نشوف شعارات وعدد كم هائل من الشعارات والاعداد. نعم. التي لها بصمتها وثقلها. ننقل الميكروفون لزملاء المعلقين الى الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله تعالى مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل، أحييكم أجمل تحية بانطلاقة ثاني أشواط هذا المساء، مساء الرموز، مساء اللقاية، مساء يحمل الكثير والكثير من الأحمال الثيغة في هذا المساء، مساء يحمل مسافة 5 كيلومترات. أحييكم أجمل تحية وتحية الإسلام الخالدة، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أنطلق وإياكم مع راية البداية في مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، قائد للعمل الإنساني يحظى برعاية سامية بانطلاقة تحديات رياضة الآباء والأجداد. أهلا وسهلا بمن حضر وعنى ليشارك بهذه الرياضة العريقة. أنطلق إلى مقدمة الشوط، أول المراكز هنالك معدي، وتعود ملكية معدي المطيع بن محمد بن مانع العجمي بالمركز الأول بصدارة الشوط. ولو تعطينا يا مخرجنا على المركز الثاني المستوى الخطير والشيق والرائع بانطلاقة شوط الرمز، ويبدو لي هناك جلمود، وتعود ملكيته لجلوي بن عبد الله بن فلاح بن سبعان، يأتي ويقدم لنا جلمود. وحمد بن راشد بن راية في المتابعة يا أبو راشد. إذن ها هكذا مشاهدينا نقلة على المستوى الثالث والمستوى الرائع، هناك مكادش حمد بن جار الله بن محمد البريدي يأتي على المستوى الثالث بهذه الانطلاقة، وعينه على الكاس، عينه على الكاس. المركز الرابع هناك تحديات وانطلاقة بودلامة لسعيد بن علي بن عامر الفيدة أو الوسمي لجابر بن ناصر
المري يأتي على المستوى الرابع، خامسا يأتي بودلامة، السعيد بن علي بن عامر، آل فهيدة. هكذا مشاهدين الأعزاء الخمس المراكز الأولى المنطلقة بدائرة النداء، دائرة النداء. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. يا سلام يا سلام، هناك جلمود بالصدارة، جلمود في المقدمة، جلمود يسيطر كل السيطرة. وجلوي بن عبد الله بن فلاح بن سبعان في صدارة الشوط المركز الثاني. المركز الثاني، الله الله الله، حصل تغيير على المستوى الثاني. امداء مكادش وتعود مكيتة، حمد بن جار الله بن محمد البريدي. لكن اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة. ركز 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 يا مضمرين، ركز يا من يتابع هناك بمقدمة الشوط. اول المراكز مكادش، حمد بن جار الله بن محمد البريدي لا زال بالصدارة. المركز الثاني مرعوش، حمد بن علي بن حمد المري. المركز الثالث، يا سلام، بدأت التحركات، بدأت الشعارات تحضر، بدأت المشاركين بالحضور. الله الله الله، بودلامة بودلامة مع سعيد بن علي بن عامر، آل فهيدة على المركز الثالث. المركز الرابع كذلك مشارك آخر ومنطلق، شعار الهديفي، الهديفي حاضر مع دسمان. دسمان يحضر بتحديات هذا الاسم الجميل، الاسم الفاخر بهذا الميدان. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع البريدي. البريدي مع مكادش، مكادش في صدارة الشوط في أول المراكز. لكن يبدو لي مرعوش، حمد بن علي بن حمد المري في صدارة الشوط في المقدمة. يا سلام يا سلام، اقتربنا يا مضمرين، والمنصة الرئيسية بانت. يبدو لي دسمان بدأ يحضر مع هذا الاسم الكبير، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. هو الهديفي يأتي بالمرتبة الثانية، لكنني أرى شعار العيدة، شعار العيدة يحضر مع تحديات. مشكور 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 على مستوى الثاني. وصل لود، وصل لود بكل أسمائه الجميلة على المستوى الثاني. المركز الثالث، هناك التحديات والحضور على المستوى الثالث. يا سلام يا سلام، وصل وصل الوافي سعيد بن علي لبريس المري على المستوى الثالث. لكن مضيق الاتحاد، بدأنا بالحضور عندنا المضمرين يا من يشاهد هذا المستوى. المقدمة البريسي الوافي وصل العدي إلى مقدمة الشوط، والكأس ينتظر. ينطلق مع الوافي لسعيد بن علي بن سعيد البريس المري الذي ينطلق هنالك مع الرمز، الرمز الرمز هنالك مع من يتواجد على المركز الأول. ينطلق انطلاقا ممتاز الوافي، الوافي الوافي على المركز الأول. هنالك ثاني المراكز، التحدي قادم مع كفو راشد بن بطي بن محمد آل حسنة. من يتواجد هنالك على ثاني المراكز؟ إلى أين السلام؟ إلى أين التحدي؟ إلى أين السلام؟ الله الله الله، المركز الأول لا زال الوافي. الوافي ينطلق مع سعيد بن علي بن سعيد البريس المري، ينطلق هنالك مع راشد بن حمد بالراية في المتابعة، وهنالك بن بطي. من يتواجد؟ راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري. الرمز إلى أين؟ الرمز إلى أين؟ الرمز إلى أين؟ حيرت الناس يا هذا الرمز في لحظات أخيرة، في لحظات الاقتتال، حتى اللحظات الأخيرة. هنالك السلامات إلى أين؟ إلى المملكة العربية السعودية أم هنالك إلى دولة قطر الشقيقة؟ الله الله، الأشقاء يتنافسون حتى اللحظات الأخيرة، ولكن إلى الدوحة، إلى الدوحة السلام، إلى قطر، إلى قطر، هنالك إلى قطر العزيزة. تهانينا وألف مبروك على حصول هنالك كفو لراشد بن بطي بن محمد آل حسن المري الذي انتزع المركز الأول بكل قوة وافتخار حتى اللحظات الأخيرة. كان التنافس متواجد حتى لحظاتنا الأخيرة. تهانينا وألف مبروك لما الكفو راشد بن بطي بن محمد آل حسنة المري الذي ذهب بالسلام إلى دولة قطر الشقيقة. والتهاني كذلك لمالك الوافي، هنالك سعيد بن علي بن سعيد البريص المري الذي حصل على المركز الثاني كذلك بعروض ممتازة بمشاركة وتحدي من جميع الأشقاء المتواجدين في مهرجان أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه.
مبروك مبروك، ألف ألف مبروك لدولة قطر الشقيقة حصولهم على هذا الشوط والشوط الثاني والرمز الثاني. نقول لهم مبروك على هذا الإنجاز والإبداع والمشاركة أيضا. دائما أهل قطر مغريبة عليهم سواء كان الإنجازات وجميع دول مستعان الخليج العربي على مشاركاتهم وإنجازاتهم في مثل هذه السباقات. وراشد طبعا النتيجة والله أبو مبارك ما حفظنا الأول يمكن الله أبو مبارك. شوط القعدان بالفعل كان شوط قوي مثير منذ انطلاقة الشوط، هو دفع وفي النهاية صراحة مثل ما نقول زرق القعود اللي هو كفو بسرعة فائقة يعني في الأمتار الأخيرة. نعم. بالفعل اللي هو كان ما بينه وبين الوافي، ولكن استطاع كفو وهو على اسمه كفو بالفعل أن يحصل على الكاس ويذهب بالسلامات ويعبر بها الحدود إلى دولة قطر. فنهنيه ونبارك له لراشد بن بطي بن الحسن المري ولهب غريبتن على هذا الشعار وهذا الاسم حصد هذه الكؤوس. المركز الثاني اللي والله ما يعني ما قصر اللي هو الوافي لسعيد بن علي بن سعيد البريس المري حاصل على المركز الثاني، وبالفعل المركز الثالث والله ما وفونا به، ولكن نهني ونبارك أيضا صاحب المركز الثالث. نبارك مرة أخرى لراشد بن بطي الحسن المري على حصول كفو على الكاس، ونهني دولة قطر اليوم بالفعل دولة قطر يعني عبرت بالكؤوس والسلامات، فنهنيهم ونبارك لهم ويستاهلون أهالي الدوحة. عبد الهادي طبعا نقول لك شكرا على التعليق في البداية، وكان هناك خلل فني الميكروفون لإخوان المعلم مبارك لو نتابع مع المخرج الملخص الشوط. نبي عادة الشوط طبعا الآن في هذا السباق نبين للمشاهدين لحظات بداية البرنامج لين النهاية. لو تلاحظ التوقيت الزمني الكفو بالفعل هو كان 31 و22 جزء من الثانية بالوفاء والتمام. توقيت مميز. ألف ألف مبروك لراشد بن بطي آل حسنة على حصوله على هذا الإنجاز. والمركز الثاني كان الوافي وتعود ملكيته سعيد بن علي بن سعيد البريصي بالفعل من المملكة العربية السعودية. نقول ألف ألف مبروك بتوقيت زمني 7:32 و59 جزء من الثانية. نعم نعم بالفعل للأمانة سباق ممتع، وأيضا مشاركة الإخوان بحصول دولة قطر الشقيقة على المراكز الأولى في هذه الرموز، وكذلك أيضا مشاركتهم نقولهم ألف ألف مبروك على هذه المشاركة. طبعا أبو راشد للأمانة السباقات اليوم بدعوا الأخوان من دولة قطر ومشاركتهم. والله اليوم شوطين قوية ومثيرة. انطلق الشوط بالفعل كانت قوية وهذا الشوط أيضا. بك نبدأ وعليك نتوكل ومنك دائما طلب السداد والتيسير والنجاح، إنك على كل شيء قدير. هكذا مشاهدين الكرام أعلنت البداية وأعلنت التحدي وأعلنت المنافسة من جديد وانطلاقة شوط من أشواط التحدي والمنافسة هنا على أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح الذي يحتضن هذا المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه. انقضى أشواط الرموز، انقضت أشواط الرموز بتحديات هذه الشعارات التي تواجدت ووفدت كذلك من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مثل هذه التحديات والانطلاقات. ننطلق في شوط جديد في رحلة من رحلات التحدي والناموس. نرى على المركز الأول، نتعرف على المتقدمة في هذه اللحظات. هنالك شموخ بشموخ شعارها ومشاركتها التي تتواجد عانية من دولة قطر الشقيقة الذي كذلك انتزعوا رمز القعدان هنالك بهذا التحدي والمنافسة والانطلاق الشيق. نرى في هذه اللحظات على المركز الأول هنالك الشموخ لحمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري الذي يتواجد هنالك بانطلاقة شعاره على مقدمة الشوط. نقلت رأي ثاني الأسماء من وصلت في هذه اللحظات هنالك
كذلك السالمية وصلت هنالك مع سعيد بن محمد بن عامر آل فهيدة المري الذي ينطلق بشعاره وتحدياته، كذلك قادم من المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا التحدي والانطلاق الشيق مع تحديات اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات. نعم، المحك الرسمي لهذه الشعارات المتواجدة المنطلقة هنالك مع هذا التحدي نقلتنا إلى ثالث الأسماء، من وصلت في هذه اللحظات وانطلقت هنالك، من تتواجد عجائب عجائب تواجدت على ثالث المراكز، عجائب شفت في الدنيا عجايب، يشيب الطفل في سن الرضاعي هنالك تحدي ملحوظ مع هذا الشعار ينطلق هنالك بمتابعتها، هنالك مطيع بن مانع بن محمد بن دواس العامر الذي كذلك يمثل المشاركة الكويتية مع التقاء الأشقاء هنا في ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح. نقلتنا إلى رابع الأسماء، من الحاضرة في هذه اللحظات هنالك قيادة، يا قيادة وصلت بشعار اللورد، من يتواجد؟ عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت في هذه اللحظات الزعيمة، وصلت لحمد بن علي بن صالح آل جرحب متواجد هنالك مع انطلاقة شعاره هنالك على خامس المراكز، وسادسا وصلت في هذه اللحظات سحابة، يا سحابة وصلت هنالك لعبد المانع بن حسين بن مانع العجمي الذي يتواجد في هذه اللحظات على سادس المراكز، صاحبة إنجازات إرثها كبير بالإنجازات والعطاءات. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الحوار الثنائي ما بين المقدمة وثاني المراكز، ولكن المركز الأول هنالك في هذه اللحظات تنطلق هنالك السالمية، السالمية على المركز الأول تنطلق بتحدي ملحوظ مع هذا الشعار الذي يتواجد على المركز الأول هنالك، من يتواجد؟ سعيد بن محمد بن عامر آل فهيدة المري الذي يتواجد ويمني النفس بأن يذهب بالسلام هنالك إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يتواجدون وينطلقون على المركز الأول بثبات هذا الشعار وانطلاقته ممثلا كذلك للأشقاء هنالك، يريد أن يبعث السلام بتحدياته وتقدم شعاره على المركز الأول هنالك، التحدي مع السالمية، السالمية لا زالت على المركز الأول، ولكن ثاني الأسماء وصلت هنالك وانطلقت، من تتواجد؟ شموخ لحمد بن السهيل بن عبد الهادي الحفار المري الذي يتواجد على ثاني الأسماء على ثاني المراكز مع تحديات شعاره، ينطلق انطلاقا ممتاز بتحديات هذا الشعار، كذلك مشاركا وقادما من دولة قطر الشقيقة منافسا مع هذا الشعار. نقلتنا إلى ثالث الأسماء وصلت في هذه اللحظات هنالك الهبيبة، وصلت لسهيل من الرملي بن محمد العامري ينطلق هنالك مع تحديات شعاره على ثالث المراكز، قادم من دولة الإمارات العربية السعودية. نرحب بجميع الأشقاء القادمين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة والتحدي والمنافسة هنالك رابع المراكز. مرحبا بسحابة، سحابة 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 وصلت هذه اللحظات تنطلق انطلاق ممتاز مع عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي، وهنالك الوصول في هذه اللحظات انضمت هنالك تقدير، وصلت هنالك لمحمد بن عويض بن عياد الجهني، وصلوا أبناء المملكة كذلك حاضرين بشعارهم ينطلقون انطلاق الممتاز هنالك شعار بن حمدة، وصل في هذه اللحظات ينطلق هنالك من الجانب الأيمن يضم إلى خضم المعركة مع تحديات، من وصلت في هذه اللحظات هنالك فوز سيف بن شلاش بن سيف العجمي، يصل في هذه اللحظات مشاركا وكذلك ممثلا للمشاركة الكويتية في هذه اللحظات، شعار بن راية ينضم إلى المعركة والتحدي والمنافسة هنالك من واقع شعاره، ينطلق هنالك مع تحديات، من وصلت هنالك؟ الشايب الجلوي بن عبد الله بن فلاح العجمي، وصل كذلك مدعما للمشاركة الكويتية في هذا التحدي الكبير في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه، غادر الرملي في هذه اللحظات انطلق انطلاقا ممتاز
على المركز الأول ينطلق هنالك على المقدمة الهبيبة لسهيل الرملي بن محمد العامري، وهنالك الشايبة هجنوي بن عبد الله بن فلاح العجمي، هنالك على ثاني المراكز هنالك مع التحدي وهنالك انضمام مع من وصلت وصلت تقدير أو من وصلت هنالك مع تحديات وانطلاقة من وصلت تقدير تقدير وصلت أو من تتواجد فوز لسيف بن شلاش بن سيف العجمي، وهنالك التحدي والمنافسة الثلاث المراكز الأولى الرملي لا زال على المركز الأول هنالك بالتحدي بالانطلاق بالمنافسة مع الهبيبة سهيل الرملي بن محمد العامري، هنالك يريد أن يذهب بالسلام هنالك مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى أين السلام؟ إلى أين السلام؟ الله إلى الإمارات أم هنا إلى دولة الكويت أم هنالك مع تقدم من وصلت في هذه اللحظات مع التحدي مع ترف لصالح بن محمد أو صالح بن مسهر بن محمد الرزق، ولكن السلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع تقدم الرملي، ولكن هناك الوصول الوصول أبناء المملكة أبناء المملكة قادمين، ولكن هنالك الهبيبة انتصرت حتى اللحظات الأخيرة على المركز الأول لسهيل بن الرملي بن محمد العامري. تهانينا وألف مبروك على حصول البيبة على المركز الأول، تهانينا وألف مبروك. بقية المراكز نتركها للجنة الخط والتحكيم. بالفعل حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد شوطنا أيضا الثالث في هذا السباق الهبيبة لسهيل الرملي محمد العامري من دولة الإمارات الشقيقة. نقول ألف ألف مبروك لدولة الإمارات على هذا الإنجاز وعلى هذه المشاركة، وكذلك أيضا بعد ما شاهدنا دولة قطر في الشوط الأول والثاني والشوط الثالث إلى دولة الإمارات، نقولهم ألف ألف مبروك على هذا السباق التحدي حقيقة ما بين إخوان المضمرين وملاك الهجن في مشاركتهم في مثل هذا السباق. طبعا معنا ضيفنا اليوم من دولة قطر الشقيقة أخوي فهد بن حباب الهاجري، حياك الله. الله يحييك والساعة المباركة. الله يبارك في عمرك. وطبعا أخوي من محللين القدامى والساعة المباركة. الله يجزاك خير ويشرفني الحضور معكم في هذا يزيدنا المساء. شرف يزيدنا شرف. وشرفنا كذلك المشاركة في مهرجان دولة الكويت. بداية أحب أهني إخواني الفائزين وحاصلين على الكؤوس والرموز في مساء هذا اليوم مع محمد بن راشد العذبة مع الدوحة، والتهنى كذلك موصولة إلى المضمر سعيد بن بطي الزعبي، وكذلك حصول الزعبي على شوط القعدان يستاهل مع كفو، وهو فعلا كفو لهذا المساء. أما فيما يخص هذا الشوط اللي توجه لأخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهبيبة المملوكة السيد سهيل بن رملي، فنهنيه الناموس على هذه المشاركة. وبصراحة شفنا منافسات قوية والهجن توقيتها كذلك مميزة، ومعروف أن اللي تشارك بعد في ميدان الكويت تحصل الهجن اللي حاضرة هجن رئيسية، كلها هجن لها وجود ولها منافسات في ميادينها. وإحنا شفنا اليوم تجمع خليجي في دولة الكويت اللي دائما تكون ملتقى لجميع المشاركين، ونهنيهم جميعا هذا الفوز. نعم بالفعل أخوي فهد، ما يعني سباق كأس سمو سيد الأمير أو مهرجان سمو سيد الأمير لهذه البطولة 19 الخليجية اللي نشوف ما شاء الله طبعا جميع دول مجلس التعاون الخليجي العربي في مشاركتهم، ما يعني لهم هذا السباق؟ هذا سباق كبير، يعني التقاء جميع المشاركين من دول الخليج في ميدان الكويت، والبطولة هذه 19 لهذا العام يعني يحرص جميع الملاك وجميع المشاركين بالمشاركة فيها. التقاء خليجي أخوي، شوف الهجن المشاركة جميعها من دول الخليج، أبرز الهجن شفناها تشارك، وراح نشوف كذلك في أشواط أصحاب السمو الشيوخ هجن متميزة إن شاء الله راح تشارك، فنتمنى التوفيق للجميع المشاركين. بالفعل طبعا فهد بن حباب الهاجم من دولة قطر الشقيقة، اليوم طبعا السباقات وكذلك أيضا المضمرين اليوم في متابعتهم حرصهم، لكن شنو ودهم في تطور سباقات الهجن؟ يعني الآن ما شاء الله تبارك الرحمن فايف ستار، شو اللي ودهم بعد بزود؟ ملاك الهجن، وأنا واحد من ملاك الهجن، إحنا نطمع دائما بالأفضل وبالأحسن. إحنا الله يطول عمر حكوماتنا الرشيدة في دول الخليج داعمة لهذا المجال الرياضي، هي داعمة لجميع شتى مجالات الحياة، ودعمهم كذلك دعم كبير في المجال الرياضي ودعم سباقات الهجن. نشوف كل سنة تطور أفضل عن السنوات السابقة.
احنا ما كنا نحلم بالتوقيت هذه بصراحة، احنا كنا مشاركين ما شاء الله في ارقام قياسية، يعني في ارقام قياسية شفنا تصفية الحلال، ندرة من الهجن تشارك ما شاء الله، يعني برزت اسماء قوية، برزوا اشخاص مضمرين مع هذا الهجن، تطورت الميادين والحكومات دائما بفضل من الله داعمه لهذه الرياضه. طيب فهد بن حباب الهاجري، شكرا لك طال عمرك، وانقل الميكروفون لزملاء المعلقين الى الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، احييكم مره اخرى ومن جديد حفلنا الكريم بهذه الانطلاقات وهذه التحديات في يومنا الثاني لهذا المهرجان الكبير، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، انطلاقة تحمل هذا السن الجميل، سن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات، أشواط حملت اللقاية لتلتقي في هذه اللحظات في كويت المحبة، كويت الإخاء، انطلاقة أول المراكز، أول الانطلاقات والتحديات. هناك المركز الأول السليماني وتعود ملكيته لعبيد بن محمد بن حمد الوهيبي في مقدمة الشوط، نقلة إلى المركز الثاني، المركز الثاني مرحب وتعود ملكيته لراشد بن فاضل بن سويان الهاجري، المركز الثالث يليه مباشرة تحديات وانطلاقة هذا المساء ووصولا بشاهين لفهد بن محمد الوطيب يحضر مع شاهين على المستوى الثالث، المركز الرابع انطلاقة مختار فهيد بن مبارك العاوي. هكذا مشاهدين الأعزاء هذا الشعار الحاصد على أربع أشواط في أول المهرجانات في هذا المهرجان، المركز الخامس نقل إلى تحديات وانطلاقة هذه الشعارات، وحضورا جميلا مع الأسد لسريد بن علي بن سالم الدعية يحضر مع هذه اللحظات. مشاهدين الأعزاء في كل مكان تتابعون هذا النقل الحي والبث المباشر لهذه الانطلاقة وهذه الأمسية الجميلة المفعمة بالحيوية والانطلاقة، الشعارات بدأت تحضر والكل بدأ يحضر هنا في هذه المشاركات، ويبدو المرحب يرحب بهذا الشوط منطلقا إلى أول المراكز، وها هو بن سويان في مقدمة الشوط محتلا زمام الأمور، راشد بن فاضل بن سويان الهاجري بالمركز الأول، الله يا مرحب مرحب مرحب، هل يبقى بهذا الناموس في هذا الميدان أم يرحل إلى دول الخليج؟ المركز الثاني ثاني المراكز وثاني التحديات، هناك وصولا بانطلاقة وصول متعب لراشد بن حمد بن بخيت المري أيضا من أهالي الميدان، المركز الثالث وصل الوهيبي، وصل الوهيبي 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 مع سليماني، لكنني أرى شعار يحمل الأسد، يحمل الأسد، الأسد لسريد بن علي بن سالم الدعية على المركز الثالث. يا السلام يا السلام، وصل بتحدياته وانطلاقته. المركز الرابع تأخر الوهيبي، لكن أرى شعار شاهين لفهد بن محمد الوطيب، وكذلك دخول جميل من عز الجيش مرزوق بن راشد بن عبد الله بن مبخوت يظهر بهذه اللحظة وينطلق بشعاره على المستوى الرابع. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى مرحب مرحب مرحب، يا سلام يا مرحب، ومرحب لا زال بالصدارة، ومرحب لا زال بالفورمة، محتلا زمام الأمور ينطلق بأول المراكز، وراشد بن فاضل بن سويان الهاجري بالمركز الأول بمقدمة الشوط. ها هي هذه اللحظات الجميلة التي نظهر بها بهذا الشعار، ومرحب مرحب بمقدمة الشوط.
لكن المركز الثاني، المركز الثاني الأسد، الأسد يبدأ بالمنافسة مع سنيد بن علي بن سالم الدعية على المركز الثاني. المركز الثالث وصل بن بخيت مع متعب على المركز الثالث. المركز الرابع اتحرك عز الجيش، عز الجيش بدأ يتحرك على المركز الرابع، ومرزوق بن راشد بن عبد الله بن مبخوت يظهر بهذه اللحظات. المركز الخامس وصل هناك الحذر مسعود بن حمد بن محمد آل جفران. يا سلام يا سلام، ها هي الخمس المراكز الأولى تظهر مع ظهور المضيق الأخير، مضيق الاتحاد، مضيق عبور هذا الشوط إلى السيارة. السيارة والزعفران كله ينتظر هذا المساء، هذا المساء الجميل المليء بالغيوم والأمطار. أعود إلى مقدمة الشوط، 1500 متر يا مضمرين يا من يتابع، الكل ينتظر، الكل حضر. الله يا مخرجنا لو تعطيني لقطة على الدحمون القادم بكل قوة وكل جدارة، لكن يترأس زمام الأمور هناك الأسد، الأسد الأسد لازال بالصدارة، لكن أرى هناك الواعي أو الحذر، الحذر الحذر بدأ يأتي مع مسعود بن حمد بن جفران. المركز الثاني ثاني المراكز، يا سلام يا سلام، الكيلو الأخير، الكيلو الفيصل هنا مع تحدياتي هذا المساء. الله 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 الله، لا زال الحذر بالصدارة ولا زال يترأس، لكن يوجد منافسة، يوجد قوة على المركز الثاني، يوجد إبداع كذلك بالمواصلة على هذه اللحظات. الله 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 الله، المركز الثاني من يصل من الجناح الآخر، من الجناح المتميز. الله 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 الله، وصل أيضا، وصل أرقند ناصر بن عبد الله الله المري يحضر مع تحديات هذا المساء هذه اللحظات، لكن أرى أيضا نجد لسعد بن طالب بن شريم المري. الله 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 الله، يا سلام يا بن شريم، لكن أعود إلى الصدارة، إلى الحذر، الحذر الحذر مع المقدمة، الحذر مع الصدارة. يا سلام، مسعود بن حمد بن جفران المري في مقدمة الشوط، في صدارة الشوط، ها هو الحذر يحذر على هذه اللحظات ويحذر أنه وصل إلى خط النهاية مع الوصول إلى المنصة الرئيسية، لكنني أرى أورغنت 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 أورغنت، ولا 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 الحذر، ولا الحذر أورغنت، ولا الحذر يا بو يا الحذر، الحذر الحذر، تهانينا وألف مبروك حصول الحذر على المركز الأول للسيد مسعود بن حمد بن جفران المري. المركز الثاني وصل به أورغنت لناصر بن عبد الله المري. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الأفاضل في كل مكان تتابعون هذا النقل الحي والمباشر، ومن خلال وصول الحذر لمسعود بن حمد بن محمد آل جفران، الكلمة إلى الأخوان بالاستديو التحليلي. شكرا معلقنا هادي العجمي ايضا على هذه المشاركه، وكذلك ايضا سباق ممتع ايضا في هذا التحدي للحذر لمسعود حمد محمد آل جفران المري من المملكه العربيه السعوديه، ونقول لهم الف الف مبروك على هذا السباق وكذلك ايضا مشاركتهم. بدا الان تغيرات لمثل هذه الاشواط، شوطين دولة قطر الشقيقة وشوط أيضا إلى دولة الإمارات، واليوم المملكة العربية السعودية. نهنئهم جميعا حقيقة في هذا الإنجاز، نهنئهم أيضا في هذه المسابقة، وكذلك أيضا لبطولة سمو سيدي قائد الإنسانية، البطولة 19 على التوالي. براشد للأمانة شيء يثلج الصدر، الآن بدأت توزع الأشواط وكذلك أيضا دول مجلس التعاون. ما في شك أبو مبارك أن هذا الملتقى يجمع الأخوة أبناء مجلس التعاون، نرحب بهم ولا يفوتن نهني
صاحب الحذر الذي استطاع أن يحصل على المركز الأول بتوقيت قدره 7 دقائق و34 ثانية 19 جزء من الثانية للسيد مسعود بن حمد بن محمد آل جفران المري، فنبارك له ونقول ألف ألف مبروك. وذهبت السلامات إلى المملكة العربية السعودية وله بغريب على أبناء المملكة وهجن المملكة حصولهم على مثل هذه الأشواط. المركز الثاني كان مع أرجنت للسيد ناصر بن عبد الله بن طريبيل المري من دولة قطر، وهذا الشعار أيضا له بصماته ومعروف في ميادين دول مجلس التعاون في الحضور دائما في الأشواط السيارات وأشواط الرموز وأشواط التحدي، فنهنيهم ونباركهم. وكذلك نبارك صاحب المركز الثالث اللي والله ما جانا يعني ما عرفناه ولا جانا اسمه، فلا نتمنى أن يوافونا فيه، فنهني ونبارك مرة ثانية لصاحب الحذر حصوله على السيارة، فألف ألف مبروك للسيد مسعود بن حمد آل جفران المري. ونشوف الآن دخول الحلال الزعفران واللي مزعفر، ونبارك لهم يستاهلون الناموس، يستاهلون الزعفران حلالهم على هذا الإنجاز وعلى هذا الفوز، فنهنيهم ونبارك لهم مرة أخرى نقول مبروك للفائزين. يستاهلون إخواني من المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا دولة الإمارات ودولة قطر على مشاركتهم في الأولى من الأربع أشواط على هذا التحدي بالفعل ومن هذه المشاركة. لكن براشد للأمانة الأشواط اليوم حماسية مثل ما قلنا في البداية، الأشواط اليوم يعني كل دولة بتأخذ لها أقل شيء 3 إلى 4 أشواط، فهذه طبعا تبدأ منافستهم، تبدأ أيضا أن الإنتاج صعب، وشاهد كذلك أيضا في الأرقام القياسية وكذلك أيضا في التوقيتات يقولون للأمانة نارية. نعم أبو مبارك، توقيتات قوية ومثيرة في هذه البطولة. بالأمس شفنا قاية لجويعد العاوي جابت توقيت حدث مميز، هذه البكرة الحقة التي لها إنجازات وبصمات قوية في دول مجلس التعاون وفي ميدان حضورهم معانا أبو. نعم حضور الضيوف، نرحب بهم ونقول هلا ومسهلا بالضيوف. ولكن نعود لحديثنا على التوقيتات الحدثة ويعني المميزة في هذه البطولة. قلت لك أمس حدث مميز، توقيت مميز لبكرة العاوي اللي هي قاية، وهذه البكرة القوية التي تنحدر من سلالة الهرش، نسميه الهرش لإنجازاته اللي هو متعب البعير متعب لفلاح ابن جلوي ابن سبعان، نبارك له على إنتاج هذا الفحل الذي أبدع بالفعل، سواء سلالته أبدعت بالإنجازات وبالفوز وخطف الرموز وخطف السيارات ولا يعني التوقيتات الحدثة، فنهني ونبارك للعاوي مرة أخرى حصول القاية على كأس الإنتاج أمس وحصولها على أفضل توقيت، فنبارك له. وكما يعني وصلنا أنها يا أبو مبارك وصلت 2,000,000 ما شاء الله البارح، وصلت 2,000,000 أمس نعم هذه البكرة عليها البارحة وصلت سعرها 2,000,000 ما شاء الله، وأنا أتوقع أنها يعني زادت، أنا أتوقع أنها زادت، ولكن العلم اللي وصلني أنها وصلت 2,000,000 ريال، وتستاهل هذه البكرة أكثر من هذا. ما يفكر حق السعر، يفكر حق الإنتاج بعدين إن شاء الله. نعم لا شك أنه يفكر لإنجازات أخرى، ويعني أنه يحصل عليها رموز، ولكن لجابت قيمة ما يمنع يا العاوي أنك تبيعها وتصرفها. بالفعل يستاهل العاوي، يستاهل أيضا كذلك الشاري في مشاركتهم. والآن طبعا الستار هذا أبو مبارك شوط بكار، هذا الآن ننتظر شوط بكار الخامس اللقاية، أيضا مخصص له سيارة من اللجنة العليا لهذه البطولة، كل الشكر والتقدير لهم. تاهو أبيض لؤلي، وكل يتمنى يكون السبق من فاله وهني من يكسب جوائز لها قيمة، وبالفعل هذا من ضمن الجوائز التي لها قيمة، ويعني كل يسعى ويتعب ويعني يجد ويجتهد والباقي على الله التوفيق من الله ورب العالمين، ولكن كل رجال يعني عطى آخر ما لديه من جهد لمثل هذه الأيام، يعني ما حد يذخر اليوم ذخيرة ولا فيها اعذار،
وحنا ننتظر الشوط الخامس الآن يستعد على ستارت. شوط يا أبو مبارك فيه ما يقارب 53 خابط من خيرة الهجن ومن خيرة المطايا اللي تشارك في مثل هذه الأشواط، أشواط اللقاية، وجميع أبناء دول مجلس التعاون مشاركين في هذا الشوط، ونتمنى لهم التوفيق ونقول فالكم الناموس جميعا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن بدأ حقيقة هذا التجهيز لشوطنا الخامس من شوط لقاية أبكار، وهذا الاستعداد الكبير نتابع الآن في هذا الشوط، وكذلك أيضا من هذه الانطلاقة التي سوف نشاهدها من قبل جميع إخواني المشاركين من دول مجلس التعاون الخليج العربي ومن دولة الكويت وكذلك أيضا دول العربية، لنستمتع إن شاء الله معاكم في مثل هذه الانطلاقة وكذلك أيضا المشاركة على هذا النجاح. والآن هذه اللقطة نشاهدها من الزعفران، وبالفعل نقول زعفرها بالفعل في هذه المناسبة الكريمة، سواء كان الأول ولا الثاني ولا الثالث، بالفعل دائما الثلاثة الأوائل للزعفران، ونهنئهم في مثل هذه المسابقات التي تعني الكثير بنجاحها وتطورها بمهرجان سمو سيد الأمير. وصلنا ترشيح على بكرة عند العطية من علي المسافري، أظنها على ما أعتقد الهم غادرة السيد خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، ودائما العطية له بصماته القوية، وهذه هجن الجريان، هجن الجريان التي عودتنا دائما على حصد الرموز، مو السيارات، حصد الرموز، فدائما لها تواجد وبصمة. فنتمنى التوفيق للجميع، وهذا يعني أبو مبارك شوط بالفعل قوي، أعداد هائلة تشارك في مثل في بطولة الكويت، خاصة بطولة الكويت السنة هذه فيها أعداد هائلة ومشاركين بقوة وبكثرة، فنتمنى لهم التوفيق. وله يعني قريبة على هجن أبناء دول مجلس التعاون حصد الجوائز والرموز والسيارات، وأيضا وله قريبة على هذا النادي الاستعداد لمثل هذه البطولة، وهي بطولة سيدي صاحب السمو أمير البلاد. فشكر وكل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النادي العم وابونا الكبير حسين مانع دواس، وإخوانه ربيح بن فراج وحمود السهلي وشنار الهاجري وأبو طلال المطيري وكل إخوانهم بن زبران ومشعان العتيبي ومحمد بن رضوة وموسى الرشيدي كلهم، وأيضا أخونا ابن العجاجي كلهم، يعني نشكرهم، وأيضا أبو مسفر مبخوت أبو سالم، كلهم نشكرهم على كل جهودهم. فانطلق المتابعين الأعزاء، أسعد الله مساكم بكل خير وبركة، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا تعلن الانطلاقة لخامس أشواط البكار وتحديات البكار اللقاية، الأسماء والشعارات المتواجدة الحاضرة بين أركان وأقطاب هذا الميدان، يا هذا الميدان، يا هذه الأرضية، احفظي ما عليك من أسماء ومن شعارات متواجدة قادمة من أنحاء ميادين الخليج. فمرحبا بجميع الضيوف القادمين العانين في هذا المهرجان، في هذا الكرنفال، في هذا العرس التراثي. الجائزة هي سيارة، سيارة للفائز بالمركز الأول، وحتى المركز العاشر جوائز نقدية. متمنين لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. الخمسة كيلومترات هي الحكاية، هي الرواية التي سترويها لنا الأسماء والشعارات الحاضرة المتواجدة بين أركان وأقطاب هذا الميدان في ثاني أيام هذا المهرجان، هذا العرس التراثي. أرى أسماء عملاقة رنانة صالت وجالت في ميادين الخليج. أنطلق وإياكم مع الأعداد الهائلة التي تزداد في هذا الكرنفال. أنطلق وتنطلقون يا مشاهدين، يا
يا متابعين هذه الرياضة، رياضة الآباء، رياضة الأجداد، رياضة الحاضر والماضي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ها هي الرياضة لا تعيش إلا بجنون من الإثارة، لا تعيش إلا بندية وتحديات بين الإخوان بين أبناء ميادين الخليج. مرحبا بالضيوف، أبناء الميدان يرحبون وأبناء الدار يرحبون. أنطلق وتنطلقون مع المجريات، مع الانطلاقة ومع تحديات شوطنا الخامس للقاية. لقاء سيأتي بالإثارة، لقاء سيأتي بالندية. أنطلق مع الصدارة، مع الانطلاقة الأولى أرى جبارة حسين بن علي بن حسين المري. من ينطلق؟ من يقود الأسماء؟ خير قيادة وخير ريادة يتزعم باحثا عن السلام. أبناء قطر مع الأداء الفنان ينطلقون مع خط الأمان، مع الصدارة، بينما المركز الثاني اللي واصل يصل ويتصل مع انطلاقة العنود ناصر بن نادي بن ناصر المري. أبناء المملكة يتواجدون على المستوى الثاني، بينما المركز الثالث أرى الوصول والاتصال بهذه اللحظات مع انطلاقة هذا الاسم وتحديات هذا الاسم، مع انطلاقة هذا الشعار، بينما المركز الرابع اللي يتجاوز بهذه اللحظات من الجانب الآخر يتواجد عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة، يقدم لنا نسايم، نسايم الخير. الله الله الله، من اللي واصل على المستوى الخامس يصل في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الاسم؟ الشرود اجلوي بن عبد الله بن فلاح العجمي، هذا الاسم عملاق يتواجد مع انطلاقة ومتابعة بالراية، ياتي براية للتهديد، وكذلك الانضم في هذه اللحظات للمعركة للقتال. هنا روحة سعد بن سعيد الرفاد المري. أعود وإياكم حيث الصراع، حيث النزاع الأول، مع انطلاقة والتحديات هذه البطلة جبارة جبارة. حسين بن علي المري، من يتواجد؟ من يغرد مع السرب الأول مع الانطلاقة؟ السيارة سيارة بالانتظار يا مشاهدين يا متابعين الأعزاء. الأمور مع انطلاقة جبارة وتحديات. بو علي بو علي، من يحاور؟ من يناور الصدارة؟ اقتربنا اقتربنا يا مشاهدين يا متابعين الأعزاء. من اللي واصل؟ وصلت العنود، تصل العنود، ناصر بن نادي بن ناصر المري. الجماعة واصلين. الله الله الله، نسايم يا نسايم، هنا شعار العيدة يتواجد للقب للانتصار. ولكن أرى القدوم، شقرة جابر بن حمد الغفراني المري يتواجد. الأسماء قادمة، اختلط الحابل بالنابل. يا سلام، المعركة المعركة بين الأسماء، بين الشعارات المتواجدة الحاضرة الباحثة عن السلام، عن الانتصار. ولكن الصدارة الانطلاقة الأولى مع تحديات العنود، العنود الكيلو متر الأخير. يا ناصر يا ناصر، لمن الانتصار؟ يا بالنادي العيدة يتحرك الغفراني، أرى الأسماء قادمة من الخلف. يا بابا 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 با. الله 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 الله، يا سلام يا سلام. ولكن من الجانب الآخر اللي فاجأتنا، اللي فاجأتنا، اللي تقدمت، قدمنا شوية، خلنا نتعرف على اللي غيرت، اللي انطلقت في هذه اللحظات. ينطلق مع انطلاقة، هنا انطلاقة هذه الاسم، هنا مسلم بن مسفر العجمي، العجمي العجمي العجمي. أبناء المملكة، أبناء المملكة يغادرون بالسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن، غاد
غادرت غادرت طارت 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 طارت. أسعد الله مساك بالورد بالياسمين يا مالكي لملومة مسلم بن مسفر بن صالح الرزق العجمي. مع السلام أبناء المملكة أبناء المملكة أبناء المملكة. سلام نجران سلام على هذا الانتصار على هذا التميز في هذا المساء مساء يظهر للنواميس. تانينا والناموس لمالكي ملمومة وتحديات ملمومة مسلم بن مسفر بن صالح الرزق الحجمي. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الاعزاء مشاهدينا متابعينا الاعزاء تهانينا والناموس لمالكي من انتزعت بناموس هذا الشوط مسفر الرزق العجمي. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس نتركها للجنة التخطي والتحكيم. الكلمة تعود للاستوديو والزميل متعب السعيدي له الكلمة. بالفعل مشاهدينا الكرام نبارك أيضا للمملكة العربية السعودية لحصولهم على الانتصار الثاني في هذا المساء. وبالفعل لملومة لمسلم بن مسفر بن صالح آل رزق العجمي من المملكة العربية السعودية على هذا الإنجاز حصولهم على هذا السباق. ألف ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج. طبعا معاي من جمهورية مصر الشقيقة وبالأخص سيناء بالفعل امين الشعراوي البلوي ابو خالد حياك الله. حياك الله بقاك الله يسعد مساك. تسلم الله يسلمك. مرحبا بك وحيا الله اهل مصر. بقاك الله الله يسلمك. اهل البل يا اهل الهجن مرحبا بك. بارك الله فيكم وعليكم السلام. يلا حي ابو خالد حدثنا طبعا بشكل عام عن مضامير مصر. اولا بسم الله الرحمن الرحيم بنشكر الاخوه نادي الكويتي على دعوتهم الكريمه وهذه ما هي غريبه عليهم. واحنا شاركنا على مدار 10 سنوات ماضيه في بطولة الكويت للهجن ونهني أهل الكويت كلهم بالعياد الوطنية. يسلم عمرك. الله يسلمك. وثانيا نهنى الأخوة أعضاء رئيس النادي الشيخ حسين أبو دواس وأعضاء النادي. نعم أبو دواس. بتجديد الثقة فيهم بمجلس إدارة لأنهم يستاهلون. يستاهلون. وأبرزوا أعمال كثيرة لصالح الهجن. ثاني شيء عندنا الحمد لله إحنا جينا من مصر وفد برئاسة الأستاذ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري. ونعم سام بارك. وأخوان أعضاء الوفد لحضور بطولة الكويت. وإحنا عندنا مضامير في مصر عدة مضامير في حوالي 10 محافظات مصرية فيها مضامير للهجن وبالإضافة إلى 11 نادي. والآن عندنا مضمار على مستوى مضامير الهجن العربية موجود في محافظة جنوب سيناء في بالأخص في مدينة شرم الشيخ. وسوف يتم افتتاحه إن شاء الله في شهر مارس 3 القادم. افتتاح الموسم طبعا. إن شاء الله إن شاء الله. بندعو جميع الأخوة الملاك والمشاركين في الدول العربية مرحب. للمشاركة عندنا إن شاء الله في شهر 3 القادم. وساهم معنا الشيخ حسين أبو دواس جزاه الله خير رئيس الاتحاد العربي مساهمة كبيرة في إعداد المضمار. تستاهلون تستاهلون. إن شاء الله اللعب عليه إن شاء الله في مارس القادم. يا رب التعالي. يعني الشهر الجاي إن شاء الله. إن شاء الله الشهر الجاي أول بطولة تقام فيه. وقبلها بعشر أيام في بطولة في الإسماعيلية. هذه بطولة تقام من 17 عام. بعدها بأسبوع يقام الافتتاح في المضمار. اللي في سيناء طبعا. في جنوب سيناء. في جنوب سيناء مشاركة يعني نقدر نقول في جميع الدول تشارك ولا بس محلية؟ مفتوح لا جميع الدول العربية. هلو. جميع أعضاء الاتحاد العربي للهجن مفتوح لهم المشاركة. يلا حييهم جميعا. وعندنا مضامير في محافظة الوادي الجديد ومحافظة الشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء وسوهاج وأسوان كذا مضمار في كذا محافظة متفرقة. لكن المضمار الأجهز على النطاق المستوى العربي اللي هو إن شاء الله يتم افتتاحه في أعياد القومية لجنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام اللي ترحب بالجميع. يا رب بإذن الله تعالى وأنتم لكم التوفيق. أيضا أخوي طبعا أمين الشعراوي البلوي لكن طبعا عندكم في السباقات لكن من متى كان تاريخها متى بداية سنينها في ذاك الوقت؟ بداية سنين يمكن في أول 91
بدأت عندنا في سيناء، في سيناء بدايتها في شمال سيناء. كان بدأت عندنا تدري احنا قبائل صحيح. وعندنا الهجن كان مقتصر على الافراح والمناسبات، لكن كرياضة مشهرة بدأت بدأ طيب. الاشهار طيب بالفعل ايضا نتواصل ان شاء الله معك اخوي ابو خالد. انقل الميكروفون لزملاء المعلقين الى الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان تتابعون هذا النقل الحي والبث المباشر بانطلاقة تحديات هذا المهرجان في يومه الثاني، بانطلاقة شوط من أقوى الأشواط في هذا السن الجميل، سن اللقاية في من فئة القعدان، انطلاقة هذه اللحظات وهذه الشعارات، الجمع الغفير الذي يملأ أرضية هذا الميدان. أتمنى للجميع الأخوة المشاركين التوفيق والنجاح. انطلق إلى مقدمة الشوط، مقدمة الشوط يا سلام. أول المشاركين هياض حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الرشيدي يسيطر على زمام الأمور منطلقا بأول المراكز ومحتلا هذه اللحظات. نقل مشاهدينا إلى المركز الثاني، المركز الثاني يليه مباشرة تحديات وانطلاقة شاهين محمد بن عوضة بن محمد آل بريس المري يأتي على المستوى الثاني، لكن أرى التسلل المسموح يأتي فيه الساعي وقبلان بن جمعان بن سالم الدوسري يأتي مع هذا الاسم الجميل، هذا الساعي الذي يتسلل إلى المستوى الثاني ويحمل هذا الشعار الأجمل. المركز الثالث يا سلام، وصل راعي الوطن، وصل راعي الوطن ومرحبا بهذا الشعار المتحد وتعود ملكيته. شنار بن محمد الهاجري يتسلل إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظة. نقل إلى المركز الرابع، رابع المراكز الدحيل لهجن التحدي، ها هو يأتي على المستوى الرابع، المستوى الخامس. انتقل وإياكم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم تتابعون هذه اللحظة وهذه الانطلاقة، أرواهي لمبارك بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي يأتي مع هذه اللحظة ويشارك ويقدم لنا هذه الورقة الجميلة بانطلاقة رابع المراكز. نقل إلى المركز الخامس، خامس المراكز وصل به تحدياتي وانطلاقتي، هناك سراب وتعود مكيته حمد بن سعيد الوهيبي يا سلام، يأتي مع هذا الشعار وينطلق مع هذا السراب. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان كان نداء الجميل للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز التي تتتابع عبر هذا الشوط الذي يحمل سن اللقاية، سن القعدان. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع راعي الوطن وهذا الشعار، شعار شنار بن محمد الهاجري يقدم هذا الاسم الجميل ويقدم لنا تحديات هذا المتحد، المتحد المتحد يقدم المتحد كما قدم الوطن في يوم الافتتاح، يوم الافتتاح. ها هو، ها هو المتحد في صدارة الشوط، وشنار بن محمد الهاجري يطالب بهذه النقطة، هذه النقطة الجميلة في هذه اللحظات. نقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني هياض حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي، الراشدي يصل مع هياض، هياض هياض هياض، وهذا الجو يهيض على الفوز يا راعي هياض. حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي يأتي على المستوى الثاني، يأتي على المقدمة، ولكن المركز الثالث وصل، وصل وصل واهي، وصل واهي بهذه اللحظات، ومبارك بالرزق العجمي يأتي بانطلاقته. المركز الرابع وصل الوهيبي، وصل الوهيبي مع سراب الأشقاء في السلطنة، هناك يتابع
متابعونك يا الوهيبي المركز الخامس خامس المراكز. يا السلام يا الفايز سريد من حمد بن سالم الدعية. هكذا الخمس المراكز الخمس النجوم التي تنتظر الجائزة الرسمية لهذا الشوط. الله 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 الله, الله. أعود إلى الصدارة, أعود إلى المقدمة, أعود إلى المتحد, المتحد الذي يتحد بقواه العظمى منطلقا بهذا الشوط. إذن ها هو المتحد وشنار بن محمد الهاجري يقدم هذا الشعار, ويقدم المتحد بالمركز الأول, يقدم هذه اللحظات الجميلة عند عبور مضيق الاتحاد وظهوره, ويبدو لي عدم ظهور الأمان على هذا الشوط. الله الله, أرى المركز الثاني, أرى هياض, هياض لحمد محمد بن صالح بن بخيت الراشدي, لا زال بالمركز الثاني ينافس على المقدمة, لكن أرى واهي 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 واهي, ومبارك مبارك يا مبارك يا الرزق العجمي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الفائز وشعار الدعية. المركز الرابع تحركات وظهوري كذلك, وصول عز الجيش صالح بن محمد بن علي أبو ليلى يأتي بهذه العلاقة. روح روح مع الصدارة, روح مع الصدارة. يا سلام يا واهي واهي يا واهي, يا مبارك يا بن ربيع يا بن عبد الله يا الرزق العجمي في صدارة الشوط, يذهب بتحديات هذا الشعار الخضر 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 عبر الخضر. لكن 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 دير بالك, دير بالك وخلك خلك مركز يا اللي تتابع واهي, يلي تتابع واهي, يلي تتابع واهي, ويلي تتابع واهي. الله الله الله, المركز الثاني وصل الشام ملح بن راشد بن حبيبي على المستوى الثاني والخير. المركز الثالث وصل التحديات وانطلاقة مبلش, لكن أعود أعود إلى الصدارة, أعود إلى واهي. واهي في مقدمة الشوط, في مقدمة الشوط, لا زال في الرئاسة, لا زال بالصدارة المقدمة بين أيادي هذا الشعار. ومبارك مبارك يا مبارك, خلك مع واهي وإن شاء الله بالتبارك. الله 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 الله, هكذا مشاهدين الأعزاء متابعينا في كل مكان تتابعون هذا المهرجان وحضور واهي على المركز الأول على صدارة الشوط, على صدارة الشوط. الله, يبدو للسلامات, السلامات إلى المملكة العربية السعودية. السلام واهي, سلام سلام الربيع, سلام تهانينا وألف مبروك لحصول واهي على المركز الأول. المركز الثاني وصل به تحدياتي وانطلاقتي الشعارات ملحان بن راشد بن حبيبه المري مع الشهم. المركز الثالث وصل به هياض حمد بن محمد الراشدي, تهانينا والف مبروك. المركز الرابع وصل به شعار عبد الرحمن بن مشرف العبداني. هكذا مشاهدين الاعزاء كانت المنافسة ونتيجة الشوط لصالح شعار مبارك بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي, تهانينا وألف مبروك لحصول واهي على المركز الأول. بالفعل مشاهدينا الكرام نبارك لأخوي صاحب القعود واهي أو راهي, بالفعل راهي, نعم راهي, اللي مبارك بن ربيع بن عبد الله بن رزق العجمي من المملكة العربية السعودية. نعم, نقول مبروك لأهل السعودية ثالث شوط ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الإنجاز وعلى هذه المسابقة لنتابعها من جميع أخواني ومشاركتهم أيضا في دولة الكويت للبطولة 19 بطولة مسيدي قائد الإنسانية حفظ الله ورعاه. بالفعل راهي لمبارك بن ربيع, يعني محمد سحمي أيضا في هذه المسابقة وكذلك أيضا المشاركة اليوم. طبعا دولة قطر شوطين, الإمارات شوط, السعودية ثلاث أشواط. نعم, للأمانة الآن نقدر نقول حامل وطيس الآن في هذه المسابقة وكذلك أيضا على هذا الإنجاز. نبارك لهم جميعا, الله يبارك لهم إن شاء الله, ونرحب بجميع القادمين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان, مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه.
نبارك لمالك راهي، مبارك بن ربيع بن عبد الله آل رزق العجمي، نبارك له على هذا الفوز ونقول تهانينا والف مبروك، ولا يستغرب على هذا الشعار شعار بن ربيع حصوله على المراكز المتقدمه. كما تشاهدون في هذه اللحظات وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس في 7 دقائق 32 ثانية 3 أجزاء من الثانيه. تهانينا والف مبروك، نهنيه الناموس. كما نحب ان كذلك ننوه بان المركز الاول في الشوط الاول الكاس اليوم ذهب مع الدوحه لمحمد بن حمد بن راشد بن محمد آل عذبه، وكان عمليه التضمير مع فهيد بن محمد بن سلعان المري، كان مضمرها فهيد بن محمد بن سلعان المري. نهنيه الناموس على هذا الكاس وعلى تحقيق الدوحه على المركز الاول وذهابها بالسلامات الى دوله قطر الشقيقه. تهانينا والف مبروك لمالكها محمد بن حمد بن راشد آل عذبه على فوزها بالمركز الاول. نعم بالفعل، نبارك لهم ايضا على هذه المشاركه وكذلك ايضا على هذا الانجاز لاخواني من جميع دول مجلس التعاون الخليج العربي في مشاركتهم على هذا التحدي لجميع المضمرين وكذلك ايضا الملاك محمد السسحمي. ايضا نتابع ايضا الزعفران، وهذا طبعا تكريم للهجن. نعم. وكذلك الناموس وناسة اهل الهجن وناسة المضمرين والملاك الهجن بهاللحظات هذه. نعم عز الله، هذه لحظات يكون على قولتهم نهاية مشوار المطية نفسها في مهرجان معين، يحدد المضمر نفسه، يحدد المضمر غايته وهدفه في كل مهرجان يقبل عليه مع جهوزية مطيته إن شاء الله على أي مهرجان مقبل عليه، فيحدد بأن المطية إن شاء الله أنا طالب منها في هذا المهرجان نقطة مثلا في النقدي، بعدها في السيارة، بعدها في الرمز، لأن المطية ما توصل الرمز كذا من فراغ، لازم عندها مشاركات وعندها تجهيز للرموز. فمثل ما نشوف التجهيز لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي اللي حضروا في هذا المضمار، مضمار الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، نرحب بهم بجميع القادمين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا التحدي. محمد بن سحمي ما شاء الله المنتجين بدأ حقيقة إنتاجهم الطيب والمثمر، بدأ الآن يعني هجومهم على هذا المهرجان الكبير. هذا مهرجان مستقطب من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومن جميع الدول العربية، كما شاهدنا الاستضافة قبل شوي مع الشعراوي اللي استضفتوه من مصر، يتحدث عن مشاركة من 91، يعني عندهم هجن حتى في مصر، في دولة في جمهورية مصر الصديقة والعزيزة، ففيه مشاركات خارجية، فيه مشاركات حتى من دول صديقة، في دول خارجية حتى أجنبية شاركوا في هذا الموروث الشعبي، صار انتشارها على نطاق واسع على جميع دول العالم قاطبة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا تراث الآباء والأجداد نعتز فيه، يعتز فيه ابن البادية بوصوله إلى العالمية بإذن من الله سبحانه وتعالى. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. تجهيزات للشوط القادم بإذن الله، شوط سوف يكون للقاية الكار، هو الشوط السابع، المسافة 5 كيلومترات. كم مطية أبو؟ المطاية طال عمرك 70 مطية مشاركة في هذا الشوط. ما شاء الله. 70 مطية في هذا الشوط. والله يبارك لهم إن شاء الله. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أتمنى لهم التوفيق. ترشيح عندك بن سحمي؟ والله الترشيح فيه على بكرة العطية. فيه ترشيح على بكرة العطية من علي المسافري. مرشح بكرة العطية طال عمرك في هذا الشوط عندك اللي هي الشاهينية الخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، هذه تو منتقلة ملكيتها وللخليفة بن خليفة العطية، ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في مثل هذه التحديات في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. نرى التجهيزات على قدم وساق من اللجان العاملة هنا من أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، نرى الشعارات القادمة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي مشاركين في هذا المهرجان ضمن تحديات هذا الشوط، وهو الشوط السابع، المسافة 5 كيلومترات، وهنالك سيارة رصدت لهذا الشوط تويوتا بيكاب
للفائزة بإذن الله في هذا الشوط. طيب محمد بن سحمي أيضا في هذه المسابقة لنشاهد طبعا الأرقام القياسية وكذلك أيضا السرعة الجنونية اللي نشوفه ما شاء الله، هل ترجع للسلالة ولا على الانتاج من يعني سبق وحصلت على أرقام وكذلك رموز؟ نعم هذه من السلالة طال عمرك، السلالة إذا كانت طيبة الطيبة ما تجيب إن شاء الله إلا الطيبة، ما جابت طيبة جابت بنتها طيبة ما شاء الله، يعني السلالة صارت قوية وتعب مالكها على أنه يتعنى لركاب الطيبة جابت سلالات طيبة بعد، فبنت السبوق بإذن الله تجي سبوق وما جات بنتها جات بنت بنتها. حلو. فالسلالة كل ما تدعم السلالة بسلالة طيبة هذا يكون بإذن الله شيء يساعد على أن تكون مطية في المراكز المتقدمة إذا ما كان لها المركز الأول بإذن الله تعالى. طبعا التجهيزات حتى الآن مستمر لهذه الانطلاقة وكذلك أيضا هذا التجهيز لمشاركة جميع إخواني من دول مجلس التعاون الخليج العربي على هذه المسابقة وكذلك أيضا على هذه الأشواط. الآن طبعا الشوط السابع الشوط اللقاية أبكار، وأيضا ننتظر هذه اللحظات باستعداد كبير من إخواني أيضا اللجان الفنية، نشكرهم أخوي طبعا محمد بن سحمي أيضا نعم على دورهم سواء كان مطلق ولا خط نهاية ولا مراقبة السباق ولا لجنة الفحص ولا أيضا كذلك جميع من لديه لجنة مهمة سواء كان حتى يعني لجنة التشبيه أيضا في متابعتهم حرصهم أيضا على التسنين وغيرها. نعم عز الله على التسنين وعلى وكذلك بعد الشكر للجان الإعلامية وجميع من يبذل جهد في هذا المهرجان لتوصيل الصورة للمتلقي بأفضل صورة ممكنة لهذا المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه. آمين. ولا أنسى كذلك أن أزف أسمى آيات التهاني والتبريكات كذلك للمقام السامي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على الأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد في هذه في هذا الشهر شهر فبراير، وكذلك نهني سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكذلك. نعم 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 انطلق الشوط الآن وانقل مكبر متابعينا الأعزاء متواصلين وإياكم مع تحديات أشواطنا في هذا المساء وانطلاقة ثاني أيام المهرجان في هذا الكرنفال في هذا العرس التراثي مع انطلاقة الشعارات والأسماء تواجد بين أقطاب وأركان هذا الميدان على جميع الضيوف القادمين من أنحاء فمرحبا بالضيوف في هذا المهرجان في هذا الكرنفال في هذا العرس التراثي. هكذا تعلن الانطلاقة لشوطنا السابع وللقايا البكار والتحديات الأسماء والشعارات المتواجدة على أرضية هذا الميدان. الشكر لجميع اللجان القائمة على التنظيم والترتيب والشكر كذلك للأخوة في استديو التحليلية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء الخمسة كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذا الشوط، قصة جديدة قصة بين الأسماء والشعارات والإخوان المتواجدين موعودون بإذن الله تعالى بإثارة وندية شيقة بين الأسماء والشعارات. انطلق وأبحر وياكم مع الصدارة مع الانطلاقة الأولى مع تحديات الحذرة وشعار جلوي بن عبد الله بن فلاح العجمية، من يتقدم من ينطلق؟ أبناء الكويت يتواجدون مع الصدارة يتزعمون في هذه اللحظات أمور ومجريات هذا الشوط، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات يتواجد هنا شعار وانطلاقة هذا
هذا الاسم العملاق يتواجد ذيبان بن فرج بن جابر بن ذيبان المري من يقدم لنا شفق شفق هنا على المستوى الثاني أبناء الشحنية يتواجدون يعلقون الطموح مع انطلاقة هذا الاسم ينطلق بو فرج على المستوى الثاني بينما المستوى الثالث اللي واصله في هذه اللحظات نوايد 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 تأتي بشعار علي بن عميران بن بجاش آلف هيدا يتقدم على المستوى الثالث بينما المركز الرابع يتقدم بخطوة بخطوة لينضم مع انطلاقة الدوحة وشعار راشد بن سالم بن جار الله بن سولمين يتقدم وكذلك على المستوى الخامس يصل مع انطلاقة صمود عبد الله بن ناصر بن حمد العوامي المري هكذا اتممنا على ما سمعكم الخمس المراكز الاولى المتقدمة الفايف ستار اعود وياكم حيث الصراع حيث النزاع الاول مع انطلاقة والتحديات ابو عبد الله من يحاور من يناور الصدارة مع انطلاقة شعاره وتحديات هذا الاسم وانطلاقتي هنا الحذرة اجلوي بن عبد الله بن فلاح العجمي برايا يتابع هذا الشعار ولكن 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 المر المر المري هنا يقير شفق مع المستوى الاول ذيبان بن فرج بن جابر المري من اللي واصل الله 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 يا هذا الوصول تصل في هذه اللحظات فرق شنار بن محمد الهاجري بو محمد يصل بشعاره هكذا هي النتيجة للصراع والنزاع والأسماء واصلين في هذه اللحظات مع انطلاقة اللي على المستوى الثالث يتقدم مع انطلاقة نوايد علي بن عميران المري ولكن 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 أرى أسماء قد حانت للنداء قد حانت للصراع واصل 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 في هذه اللحظات محمد بن راشد بن حمد البريص المري يقدم لنا المتحدة واتحاد وهذا الاسم وهذا الشعار أعود وياكم مع الثنائية مع الصراع الأول الله 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 يا هذا الاسم يا هذا الشعار من ينطلق مع ذيبان بن فرج المري ولكن بو محمد يتحرك في هذه اللحظات يقدم لنا فرق الأبريس واصل الأبريس واصل ليقدم المتحدة محمد بن راشد بن حمد الأبريسي الله على الثلاثية الخطيرة الذهبية الموسية الله بو محمد بو محمد يحاور يناور الصدارة مع الانطلاقة الأولى أبناء الكويت يتواجدون مع الانطلاقة الأولى ولكن ولكن أبو راشد محمد بن راشد الأبريسي المتحدة المتحدة يتحد مع الصدارة هنا التيوتا بكم السيارة بالانتظار من اللي وصل وصلوا في هذه اللحظات يصل مع انطلاقة وتحديات هذا الاسم وصلت المستشارة ناصر يا ناصر بن مبارك بن فهيد يصل يصل في هذه اللحظات الله 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 المتحدة المتحدة براشد براشد ينطلق على الصدارة مع انطلاقة المتحدة وتحديات محمد بن راشد الأبريسي ولكن أرى الخطر قد حان مع الأمتار الأخيرة حروف حروف البريدي واصلة واصلة ولكن الله يا بابا 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 ب
الاهل. يا سلام، من اللي واصل؟ من اللي فاجانا؟ يا ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الوصول. السيارة مع انطلاقة وتحديات هذا الاسم يصل يقير للصدارة مع انطلاقة وتحديات معزة علي بن راشد البريسي. أبناء المملكة يذهبون بالسلام بالانتصار. السيارة لأبناء المملكة. سلام ميدان الجزيرة. سلام أبناء المملكة. يقادرون بالسلام بالسيارة تقادر إلى أبناء ميدان الجزيرة مع انطلاقة معزة علي بن راشد بن علي البريس المري. خط النهاية يستقبل هذه البطلة بكل احترام. تهانينا والناموس لمالك معزة علي بن راشد بن حمد المري. بينما المركز الثاني ثاني الأسماء فكان الوصول مع انطلاقة مرعوشة راشد بن عبد الهادي المري. ثالث الأسماء فكان الوصول مع انطلاقة وتحديات من حاف حزام بن زيد بن محمد آل بحيح. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالكي معزة وتحديات معزة حتى خط النهاية. معلنة الفوز والناموس تقادر بالسيارة إلى المملكة العربية السعودية وإلى أبناء ميدان الجزيرة علي بن راشد بن علي البريس المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. الكلمة تعود للاستديو ومع الأستاذ الإعلامي المبدع دائما متعب السعيدي لها الكلمة. بالفعل شكرا معلقنا عون الهاجري على هذا التعليق وكذلك أيضا مشاركتهم يعطيهم العافية. للأمانة يعني مسافة 5 كيلو وكذلك أيضا 7 دقائق وشيء للتعليقهم. لجميع المعلقين نشكرهم ونشكر جهودهم كذلك أيضا في هذه السباقات. نقدر نقول الكل من عنده أيضا أن يجهد نفسه لأجل نجاح هذه البطولة بطولة سمو سيدي قائد الإنسانية. بالفعل الآن نبارك للمملكة العربية السعودية الشوط الرابع السعمي عدل. نعم الشوط الرابع لحصول أيضا معزة لعلي بن راشد بن علي البريس المري البريس المري. نعم. من المملكة العربية السعودية. المركز الثاني دولة الكويت مرعوشة لراشد عبد الهادي حمد المري. مبروك لهم جميعا أبو. نعم نبارك لمالك معزة علي بن راشد بن علي البريس المري. نبارك كذلك لراشد بن حمد بن جار الله المري اللي قادها إلى بر الأمان وانتزاعها لهذه السيارة سيارة هذا شوط التيوتا بيكاب. كان الوصول في خط إلى خط النهاية ب7 دقائق 33 ثانية 17 جزء من الثانية. نهني مالك معزة علي بن راشد بن علي البريص المري ونهني كذلك المضمر راشد بن حمد بن جار الله المري الذي تنافس كذلك مع مالك مرعوشة اللي تواجد راشد بن عبد الهادي بن حمد بن نشير المري المشارك كذلك من دولة الكويت وهي نعم مرعوشة لها إنجازات في هذا المضمار وجات ثاني وما قصرت عز الله ما قصرت مرعوشة وكان التنافس حتى اللحظات الأخيرة ولكن الفوز والناموس كان مع معزة ومع مالك معزة علي بن راشد بن علي آل بريص المري. تهانينا والف مبروك للأشقاء في المملكة العربية السعودية. نعم بالفعل نتمنى التوفيق أيضا في هذه المسابقة وكذلك أيضا مشاركة الأخوان على جهودهم أيضا في هذه المنافسة وكذلك أيضا بانتهاء الشوط السابع والآن الشوط الثامن بانتظاره في هذه اللحظات. نعم. ومتبقي الآن 4 أشواط. نعم متبقي هذا الشوط السابع. نعم. الثامن والتاسع والعاشر 4 أشواط. نعم يعني أضافوا شوطين. إضافوا شوطين إضافية. كانت 9 أشواط وأضافوا شوطين إضافية لزيادة الأعداد مثل ما تشوف حتى بعد الإضافة كان في أعداد يعني موجودة بعض الأشواط واصل للسبعينات وأكثر من السبعينات ولا يفوتنا بعد التذكير مرة أخرى لمالك الدوحة في الشوط الأول الكاس كان هنالك الدوحة لمحمد بن حمد بن راشد بن محمد آل عذبة كان التضمير مع فهيد بن محمد بن سلعان المري اللي كان يتابع الدوحة حتى اللحظات الأخيرة في عملية المتابعة والتضمير مع الدوحة وانتزاعها للكاس
وذهبت بالسلامات إلى الأشقاء هنالك في دولة قطر الشقيقة على هذا الفوز والناموس. نهنيهم ونهني كذلك المضمر فهيد بن محمد بن سلعان المري اللي غير مستغرب عليه هذا التضمير، وهذا كذلك يوصل الذلول ويعطي الذلول حقها حتى توصل المرحلها يعني يوصلها للرمز ولا يوصلها للسيارة إذا كانت، وعسى الله يوفقه إن شاء الله، يوفق أبو محمد على هذا التضمير وكذلك ما يستغرب عليه أخذ الكاس مع الدوحة المملوكة لمحمد بن حمد بن راشد. نعم أنقل الميكروفون لزملاء المعلقين إلى الميدان. أحييكم أجمل تحية بهذه الانطلاقة أيها الأعزاء مشاهدينا في كل مكان تتابعون هذه الأحداثيات التي ننطلق بها في هذه اللحظات وهذا المهرجان والكرنفال السنوي وهذه البطولة الكويت 19 على التوالي في انطلاقتها. هكذا شوط آخر ينطلق أعزائي المتابعين، شوط يحمل سن اللقاية من فئة القعدان. أتمنى لجميع الأخوة المشاركين التوفيق والنجاح رغم الأعداد الهائلة، الكم الهائل الذي يشارك بهذه الأشواط. هكذا مشاهدينا الأعزاء أنطلق وإياكم إلى مقدمة الشوط. هناك الصارم وتعود ملكيته عبد الله بن مانع المطيري في أول المراكز مع الصارم يسيطر كل السيطرة. أرى التسلل من الجناح الآخر، تحديات وانطلاقة الصارم أو هناك التحديات كذلك والمشاركة ليس مسجلا بالكشف أو وصولا بتحديات السياف محمد بن صالح المري، لكن أرى المشاركة من المركز الثالث. المركز الثالث هناك مغادر لعبد الله بن علي بن حمد بن كاظم المري، يأتي ويتسلل إلى المستوى الثاني على هذه اللحظات. أعزائي المشاهدين نقل إلى المركز الثالث، نقل إلى المركز الثالث، دعنا قبل لحظات نقل إلى المركز الرابع مشاهدينا وياكم أينما كنتم تتابعون هذه اللحظات. ووصول شعار مخلف فرج بن حمد الكريبي يأتي ويقدم لنا مخلف على المركز الثالث، وإن شاء الله ما يخلف الوعود يا راعي مخلف. يحضر هنا الكريبي مع شعار مخلف في هذه اللحظات. نقل إلى المركز الرابع والتسلل مسموح بهذه الرياضة وغير ممنوع. الله الله الله، الشعارات تحضر بهذه اللحظة، وشايم عامر الوهيبي يحضر بشايم بهذه اللحظة ويقدم هذه الورقة من أحد اللحظات والشعارات الجميلة. أيضا مشاهدينا نقلع المركز الخامس متعب، وتعود مكيتة الغاسي بن سعيد بن صبيح الجديلي يحضر هنا مع متعب بانطلاقته ومشاركته مع المرتبة الخامسة. هكذا مشاهدينا الأعزاء خمسة مراكز متقدمة في دائرة الإذاعة ودائرة النداء، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. أعود إلى مقدمة الشوط، الصدارة مع الصارم. الصارم الصارم الصارم، أهالي الميدان يطالبونك يا راعي الصارم، وبطلال ينتظر هناك بالمنصة الرئيسية مع هذا الشعار. عبد الله بن مانع المطير، يا سلام عبد الرحمن، خليك مركز يا عبد الرحمن. الله 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 الله، يا المركز الثاني. المركز الثاني نقله مشاهدينا مع مغادر يود أن يغادر بالناموس إلى أهالي دولة قطر مع عبد الله بن علي بن كاظم المري، يحضر مع المركز الثاني. المركز الثالث بدأ إرسال، والنداء الأول لإرسال الذي يحضر ويرسل هذا الشعار وهذه اللحظات مع حمد بن محمد بن راشد المري، يحضر على المستوى الثالث. النقلة إلى المركز الرابع، شايم عامر بن سعيد بن مبارك
الوهيبي، يا سلام يا الوهيبي، الله 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 يا الوهيبي، الله يا الوهيبي، يا سلام. خامس المراكز، من حضر، من تسلل، من شارك هنا، مزعل مزعل، وتعود ملكيت ناصر بن محمد بن تريحي بن نايفة الهاجري يحضر هنا بالنايفة ويقدم لنا شعاري مزعل بهذه اللحظات على المستوى الرابع. يلا يا بن نايفة، الله الله الله، اكتفي بهذا النداء، ويبدو لي ظهور مضيق الاتحاد، مضيق الاتحاد، اول المراكز، اول المنطلقين واول العابرين، هناك الفارس، الفارس الفارس او مغادر، وشعار بن كاظم عبد الله بن علي يحضر مع مغادر، مغادر بهذه اللحظة بالصدارة، لكن الصارم ما طاع يسلم، وعبد الله بن مانع المطيري ها هو يشارك مع الصارم ويقدم لنا انطلاقته. يلا يلا يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، الله، المركز الثالث حضر وانطلق وشارك مع ارسال حمد بن محمد بن راشد المري، يحضر مع إرسال، إرسال إرسال إرسال، والتغطية والإرسال هنا مع انطلاقة إرسال، الله 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 الله، غير إرسال إلى الصدارة. المركز الثاني مغادر، ثالثا الصارم، رابعا من حضر هنا بالنداء الأول الجذاب وسويحي بن خيلان الشمري، يحضر هنا، يحضر مع أبناء المملكة. يا سلام يا سلام، عبرنا عبرنا يا مضمرين، الكيل والأخير، الكيل والأخير، الكيل والخطير، كيلو حبس الأنفاس، كيلو المودة والاشتياق للناموس، الله 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 الله، غير الجذاب، غير إلى الصدارة، وسويحي بن خيلان الشمري بالصدارة بالفورمة، يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني هنا مغادر لا زال أيضا ينافس على المستوى الثاني. المركز الثالث وصل هناك إرسال، رابعا تحديات وانطلاقة نجد ناصر بن سعد الغفراني، لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الفورمة، أعود إلى الإرسال الجميل هنا مع تحديات وانطلاقة الجذاب الصويح بن خيلان الشمري، ما شاء الله تبارك الرحمن، ها هو يحضر، يحضر هنا مع الجذاب، الجذاب، وأهالي المملكة، أهالي المملكة يطالبون هذا الشعار، الجذاب، الجذاب يا الشمري، 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 الله الله، هدوا هدوا يا الشمري مع الجذاب، صويحي بن خيلان بن عايش الشمري يذهب بالسلام، يذهب بالسلام، سلام الجذاب، سلام، سلام المملكة، سلام، تهانينا وألف مبروك لصويحي بن خيلان الشمري على هذا الإنجاز الجميل. المركز الثاني وصل به نجد لناصر بن سعد الغفراني، المركز الثالث وصل به التحديات إرسال حمد بن محمد بن راشد المري. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت منافسة قوية، وكان المنجز لهذا الشوط مع الجذاب السويحي بن خيلان الشمري، تهانينا وألف مبروك. الكلمة للأخوان بالاستديو. شكرا معلقينا في مثل هذه المشاركة، و شكرا جميع المعلقين على أداء دورهم ومهمتهم في التعليق ومجريات هذا السباق، وأبارك لإخواني المملكة العربية السعودية على هذا الإنجاز وعلى هذا الانتصار، أيضا انتصارهم الخامس، ونقول لهم مبروك بالفعل الجذاب لصويحي بن خيلان الشمري من المملكة العربية السعودية، مبروك مبروك حصولهم على هذا الإنجاز، حصولهم أيضا على هذه المشاركة بالفعل لسبع دقائق و34 عشرة جزء من الأجزاء الثانية، سبع دقائق و34 ثانية وعشرة جزء من الأجزاء الثانية، مبروك مبروك للمملكة العربية السعودية. اليوم أهل المملكة للأمانة بدعوا مضمرينهم، بدعوا ملاك الهجن، أنجزوا حقيقة بخمسة أشواط من أصل 11 شوط للأمانة، صخر اليوم إخواني المملكة العربية السعودية بعد ما شاهدنا أيضا انتصار لدولة الإمارات
وكذلك أيضا انتصارين لدولة قطر الشقيقة وثم دولة الكويت، نقول لهم مبروك. وأيضا هذا الشوط الآن الثامن تو انتهائه، وبعد إن شاء الله الشوط التاسع والعاشر والحادي عشر على هذه المنافسة والمشاركة لهذه الهجن حقيقة بتضميرها بتعب حقيقة وجهد من قبل إخواني أيضا المشاركين على متابعتهم وحرصهم أيضا على مثل هذه الأشواط وعلى مثل هذه الإنجازات التي نتابعها من قبل إخواني المضمرين في دورهم وهمتهم أيضا لمثل هذه السباقات التي تعني الكثير والكثير ومشاركتهم أيضا في هذا الشوط. الآن طبعا نتابع وياكم الزعفران مع الإخوان الموجودين، وهذه اللقطة من زاوية أخرى نشاهد طبعا الزعفران وكذلك أيضا هذا التكريم على هذا الإنجاز في مثل هذه المتابعة، وكذلك أيضا الحرص على جميع إخواني في مشاركتهم ومتابعتهم في هذه اللجان الفنية وهذه المسابقات، وكذلك أيضا على هذا التكريم من قبل أيضا الزعفران. وتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع على حرصهم وتواجدهم أيضا في مثل هذه المشاركة. ومنذ أيضا الساعة الواحدة ظهرا لهذا المساء بدينا أيضا وانتهينا أيضا بثمانية أشواط، الآن استعداد كبير لشوطنا التاسع بعد قليل، وكذلك أيضا الحرص لجميع إخواني في متابعتهم ومشاركتهم أيضا على هذه الانطلاقة. لم يتبقى الآن إلا القليل، وكذلك أيضا الاستعداد أيضا في مثل هذه المشاركة، وأيضا شوطنا العاشر أو التاسع بالفعل، الشوط التاسع بعد قليل سوف ينطلق أيضا في مثل هذه المشاركة، وعلى اهتمامهم في مثل هذه اللجان الفنية وهذا طبعا إعادة الشوط الآن في مثل هذه المسابقة، وكذلك أيضا انطلاقة هذه المسافة. بالفعل الآن أنقل الميكروفون إلى زملائي المعلقين إلى الميدان. الكرام متابعينا في كل مكان، لا زالت الانطلاقات تتوالى هنا على أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، مع تحديات هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تتواجد في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه. ينطلق في هذه اللحظات مشاهدين الكرام تاسع الأشواط شوط اللقاية البكار، ينطلق بحفظ الله ورعايته. المسافة هي 5 كيلومترات، المسافة المقررة والمحددة من اللجنة المنظمة هنا من أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح. نبحر معكم في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة لنتعرف على المتقدمين في هذه اللحظات. هنالك شعار اللورد يتقدم على المركز الأول، ينطلق مع تأمين المتواجدة تؤمن موقفها في هذه اللحظات، تؤمن المشاركة القطرية هنالك من واقع تقدمها على المركز الأول مع عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة، المتابعة مع حمد بن سعيد بن راشد بن سعيد بن رايه المري الذي يتابع هذا الانطلاق. ولكن هنالك من خطف المركز الأول في هذه اللحظات مع هذه المشاركة مع متعبه المتواجدة لسالم بن علي بن متعب بن محمد الصحاق الذي يتقدم في هذه اللحظات مع متعبه، ولكن من تجاوزت إلى المركز الأول في هذه اللحظات وسحبت بساط المقدمة هنالك من تتقدم في هذه اللحظات السيلية، وصلت لجار الله بن سالم بن جار الله بن سالمين يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول، ينطلق من واقع شعاره وتحدياته وانطلاقة السيلية على المركز الأول. نقلتنا إلى ثاني الأسماء، من وصلت في هذه اللحظات؟ وصلت
الدروب، دروب وصلت بتحديات فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي الذي يصل في هذه اللحظات من واقع شعاره وتحدياته مع ثاني المراكز وثالثا وصلت لمسة في هذه اللحظات وصلت وانطلقت مع ثالث المراكز تنطلق مع صالح بن حسين بن مانع العجمي الذي ينطلق وكذلك ممثلا للمشاركة الكويتية في هذا التحدي الكبير والمثير للانطلاق. نقلتنا إلى من وصلت في هذه اللحظات وانضمت إلى المعركة مع تقدم هنالك القادمة متعبة وصلت في هذه اللحظات مع ثالث المراكز في هذه اللحظات تنطلق انطلاقا ممتاز مع محمد بن محسن بن فلاح زايد الهاجري قادم كذلك من المملكة العربية السعودية قادم بكل قوة مع تحدياته وانطلاقاته. نقلت ليلى رابع الأسماء وصلت لمسة في هذه اللحظات على رابع المراكز تنطلق انطلاقا ممتاز مع صالح بن حسين بن مانع العجمي على رابع المراكز. خامس المراكز وصلت هنالك شواشة مع محمد بن بخيت بن طالب البريد وصل في هذه اللحظات مع شعاره وتحدياته. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول هنالك من تتقدم الجموع في زحف الزحوف هنالك إلى السيارة المرصودة لهذا الشوط. هنالك شفر تاهو أو شفر سلفرادو هنالك عند نهاية هذا المطاف وهذا التحدي الكبير. الانطلاق هنالك لا زال مع السيلية، السيلية لا زالت مسيطرة على المركز الأول مع جار الله بن سالم بن جار الله بن سالمين الذي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول. ثاني الأسماء وصلت في هذه اللحظات وانطلقت القادمة هنالك في هذه اللحظات التحدي ملحوظ مع من وصل هنالك. طواري وصلت هنالك لسلطان بن شافي بن حمود العجمي ينطلق في هذه اللحظات مع تحديات شعاره. ومن قدمت في هذه اللحظات هنالك مع التحدي المثير مع الوصول في هذه اللحظات على ثاني المراكز من وصلت هنالك أو تأخرت قليلا في هذه اللحظات هنالك السيلية جار الله بن سالم بن جار الله بن سالمين المري الذي يتواجد على ثاني المراكز. ثالث الأسماء هنالك التحدي القادم كذلك من المملكة العربية السعودية مع متعبة لمحمد بن محسن بن فلاح زايد الهاجري قادم بكل قوة من واقع شعاره وتحدياته وصلت في هذه اللحظات وانطلقت وهيلة وصلت بانطلاقة شعارها وتحديات الواصلة هنالك وهيلة بانطلاقتها بإرثها الكبير من الإنجازات والتحديات. طالب بن سعود بن ناصر العجمي يطالبونك أهالي الكويت بهذه النقطة العزيزة على قلوبهم. هنالك التحدي والإثارة حاضرة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مقدمة الشوط، من تتواجد على المركز الأول هنالك على المقدمة. نرى ونتابع المتقدمين في هذه اللحظات غير مدونة لدينا، ولكن نرى ثاني المراكز هذه اللحظات من القادم في هذه اللحظات. هنالك شعار الزايد قادم بكل قوة ينطلق مع متعبة الواصلة مع محمد بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري وصلوا الزايد مع تحديات شعارهم ينطلقون هنالك مع ثاني المراكز. ثالث المراكز هنالك التحدي والانطلاق مع قزوين وصلت مع حزام بن زيد بن محمد بن محسن وصل آل بحيح وصلوا آل بحيح بتحديات شعارهم وانطلاقتهم. من تواجد على رابع المراكز وانضمت إلى المعركة مرموقة لخالد بن محمد بن بخيت المري الله بدأ الصراع، بدأ النزاع، بدأ التحدي، بدأ الانطلاق. هنالك زايد قادمين بكل قوة من المملكة العربية السعودية هنالك على المركز الأول. الله الله متعبة على المركز الأول، متعبة على مقدمة الشوط، متعبة تنطلق انطلاقا ممتاز مع هذا الشعار مع محمد بن محسن بن فلاح زايد الهاجري وهنالك الانطلاق مع من تواجد هنالك قزوين حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. الله الله التحدي حتى اللحظات الأخيرة الانطلاق متعبة قزوين ومتعبة وقزوين متعبة وقزوين الله
لحظات الاقتتال حتى اللحظات الأخيرة. إلى أين السلام؟ إلى أين السلام؟ إلى أين السلام؟ إلى أين السلام؟ إلى المملكة العربية السعودية. وانزهم بالضيق وينالات زايد، وصلوا آل زايد الكرام بتحديات شعارهم ينتزعون المركز الأول. سلام آل زايد، سلام، سلام وتحية واحترام لمالك متعبة، سلام يا محمد بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري على حصول متعبة على المركز الأول. تهانينا وألف مبروك. نرى على ثاني المراكز وصول قزوين مع ثاني المراكز إحزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري، ثالث المراكز ورابعه. ثالث المراكز كان الوصول مع مرموقة لخالد بن محمد بن بخيث المري، أما رابع المراكز فكان الوصول مع رابع المراكز هنالك الوصول مع تأمين لعبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. تهانينا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان لمالك متعبة الحاصلة على المركز الأول لمحمد بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري. مشاهدينا الكرام ألف مبروك على هذا الإنجاز وأيضا الانتصار السادس للمملكة العربية السعودية لمتعبة محمد بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري. ألف ألف مبروك على هذا الإنجاز والإبداع والمشاركة أيضا في مسافة الخمسة كيلو. عبد الهادي، للأمانة اليوم المملكة بالفعل من نصيبهم اليوم ومن رصيدهم كذلك أيضا بستة أشواط، ونهنئهم أيضا بهذا الإنجاز وبهذا الإبداع. دولة الإمارات انتصارين، وكذلك أيضا المملكة العربية السعودية الآن ست انتصارات، صحيح. ودولة قطر انتصارين، الإمارات انتصار وست إلى السعودية. صحيح أبو مبارك، اليوم منافسة قوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولاحظت أن أفضل توقيت زمني في اللي هو كفو لراشد بن بطي الحسنة بتوقيت زمني ومقداره 7 دقائق و31 ثانية و91 جزء من الثانية، يعتبر أفضل توقيت زمني لهذا اليوم في سن اللقاية سن القعدان. نزف له التهاني والتبريكات لكفو راشد بن بطي الحسنة، ونقول له ألف مبروك، تهانينا والناموس بخصوص أفضل توقيت. أما بمناسبة شوط البكار التاسع اللي هو شوط اللقاية، كانت منافسة قوية بين متعبة وقزوين. لو تعطينا مخرجنا نشاهد ملخص زمني بالفعل والتوقيت الزمني لحظة وصول متعبة محمد بن محسن بن فلاح الزايد. شوف شوف أعتقد 7 دقائق و32 ثانية 32 و14 صحيح أو 13 صحيح. وتهانينا زف للتهانينا والناموس لمحمد بن فلاح آل زايد الهاجري، المركز الثاني وصلت به قزوين وتعود ملكيتها لحزام بن زيد بن محمد آل بحيح. ألف ألف مبروك، ومضمرها سعيد بن بطي. نعم يستاهلون بالفعل أيضا في هذه المشاركة، وكذلك أيضا على هذا الإنجاز والتحدي ما بين جميع إخواني المشاركين أيضا على دورهم همتهم في مثل هذه السباقات. ألف 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 مبروك إلى المملكة العربية السعودية، حصولهم على 6 انتصارات في هذا المساء، انتصارين لدولة قطر الشقيقة، انتصار لدولة الإمارات. طبعا هذه الحسبة طبعا أبو صحيح بتغير أيضا هذه المشاركة من جميع إخوان المضمرين. بالفعل الآن 9 أشواط انتهينا منها، 6 إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا انتصارين لدولة قطر وانتصار إلى دولة الإمارات. مبروك لكم جميعا، مبروك إلى الخليج حصولهم على هذه الإنجازات وحصولهم أيضا على هذه السباقات. هذا يعتبر الشوط العاشر، وتبقى الشوط العاشر و11 أشواط الحين هو كان ختامية لهذا اليوم هذا، بس لكن إضافة الحين الشوطين إضافي، هذه أشواط إضافية مساء اليوم نظرا لكثرة الحلال. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله تبارك المشاركين، نتمنى للجميع الأخوة التوفيق والنجاح. يعني فعلا أشواط كانت حماسية لهذا اليوم، وأشواط رموز بالفعل، يعني كان اللي هو حصل الكفو في الشوط الرئيسي. نعم ننقل الميكروفون لزملاء المعلقين إلى الميدان. مستمرين متواصلين وإياكم مع تحديات اللقاية
وانطلاقات اللقاية، وهذا المساء ثاني أيام هذا المهرجان، هذا الكرنفال، هذا العرس التراثي الذي يشهد أبناء ميادين الخليج القادمين للمشاركة في هذا المهرجان. فمرحبا بجميع الضيوف القادمين العانين في هذا المهرجان. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن الانطلاقة لشوطنا العاشر والتحديات القعدان اللقاية والشعارات الحاضرة المتواجدة بين أركان وأقطاب هذا الميدان. أنطلق وياكم وتنطلقون مع مجريات هذا الشوط وما يدور حول هذا الشوط، قصة جديدة، إثارة ندية، موعودون بإذن الله تعالى عند خط النهاية بكل قوة وبكل إثارة بين أبناء هذه الرياضة، رياضة الآباء، رياضة الأجداد. 5 كيلومترات هي الحكاية، هي الرواية التي ستحكيها لنا الأسماء وترويها لنا الشعارات. انطلق وياكم وتنطلقون مع الصدارة، مع الانطلاقة الأولى، مع تحديات جبار. حشر بن ظفر بن راشد الهاجري من يتقدم، وأبناء هذا الميدان يتواجدون. المضيف يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة جبار والتحديات جبار، بينما المركز الثاني يصل في هذه اللحظات أم صيحان فراجة، وهنا في هذه اللحظات يتواجد شعار زايد، زايد بن مجدل بن عواض العتيبي من واقع الشعار، من يتقدم مع انطلاقة وتحديات مبهج على المستوى الثاني. اللي على المستوى الثالث في هذه اللحظات يتواصل إن الانطلاقة مع انطلاقة وتحديات هذا الاسم وانطلاقة هذا الشعار في هذه اللحظات. نايف بن عزيز من يتواجد على المستوى الثاني، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات يتواجد شعار وانطلاقة هذا الاسم، شعار البهادي يتواجد على المستوى الرابع، واللي على المستوى الخامس في هذه اللحظات. ولكن أعود وإياكم إلى الصراع الأول، إلى النزاع الأول مع انطلاقة والتحديات الأسماء والشعارات. الله الله، الانطلاقة الأولى مع تحديات جبار، وانطلاقة جبار مع انطلاقة هذا الاسم وانطلاقة هذا الشعار. حشر بن ظفر الهاجري من ينطلق، من يحاور، من يناور الصدارة، بينما المركز الثاني يتقدم مبهج، يطارد، يلاحق، وشعار زايد بن مجدل العتيبي هو الملاحق، هو المطارد. أبناء هذا الميدان يسيطرون السيطرة التامة هنا مع مجريات هذا الشوط ومع انطلاقة هذه الشعارات والأسماء. ولكن اللي على المستوى الثالث في هذه اللحظات يتواجد شعار الفهادي على المستوى الثالث هنا مع انطلاقة وتحديات رابع الأسماء، شعار يتواجد في هذه اللحظات، شعار ربيح من يتواجد. أعود وياكم حيث الصراع، حيث النزاع الأول، حيث القتال للناموس ما بين الأسماء، ما بين الشعار، ما بين جبار، ما بين مبهج. يا سلام يا سلام، جبار 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 هو المسيطر، هو المتحكم، المنطلق بشعار حشر بن ظفر بن راشد الهاجري. بن ظفر يحاور، يناور الصدارة مع
الانطلاقة الأولى وتحديات هذا الاسم وهذا الشعار العملاق. ولكن 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 يا أبو ظفر الخطر الخطر هنا مع المطاردة مع انطلاقة مبهج وتحديات مبهج وشعار زايد بن مجدل العتيبي. الله 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 يا هي من ثنائية خطيرة عملاقة لمن يا مشاهدين لمن يا متابعين بين الاسمين بين الثنائية العملاقة الخطيرة هنا في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء ينطلق مع انطلاقة وتحديات هذه الاسمين الخطيرة العملاقة. أعود وياكم حيث الصراع الأول حيث النزاع الأول ما بين جبار ما بين مبهج اشتد الصراع. الله 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 لمن الناموس يا مشاهدين يا متابعين اقتربنا من خط النهاية اقتربنا من المنصة الرئيسية ولكن الكيلومتر الأخير بقيادة جبار وانطلاقة حشر بن ظفر الهاجري الهاجري من يحاور من يناور الصدارة مع الانطلاقة الأولى العتيبي يتحرك مع مبهج زايد يا زايد يا بن مجدل يا العتيبي يا العتيبي يا الهاجري. الله على الثنائية الثنائية العملاقة الممتازة. ولكن ولكن بن ظفر يظفر حتى هذه اللحظات بالصدارة بالانطلاقة ولكن العتيبي لا يهدى لا يهدى. الله 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 على الثنائية على الخطيرة. ولكن جبار مبهج جبار مبهج جبار مبهج جبار الأمتار الحساسة المجنونة المجنونة يا مشاهدين يا متابعين. الله يا بن ظفر يا ابناء ميدان الشهيد من اللي واصل من اللي واصل من اللي واصل في هذه اللحظات. الله الله الله. ولكن بن ظفر بن ظفر بن ظفر مع الصدارة مع الانطلاق ولكن العتيبي غير من اللي فاجانا وصل مدلل أحمد بن محمد بن رويلي الخيلي سلام مالك مدلل اللي فاجانا عند الأمتار الأخيرة عند الأمتار النهائية تانينا والناموس لمالك مدلل أحمد بن محمد رويلة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما المركز الثاني مبهج وزايد بن مجدل العتيبي ثالث الأسماء شعار حشر بن ظفر الهاجر. مشاهدينا متابعينا الأعزاء شهدنا وياكم إثارة حتى خط النهاية ولكن كان مدلل صاحب الكلمة الأخيرة أحمد بن محمد الخيلي. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. الكلمة تعود للاستوديو التحليلي والزميل متعب سعيدي لها الكلمة. شكرا شكرا عون الهاجري على هذا التعليق وعلى هذا الحماس وعلى هذا الإبداع وجميع إخواني المعلقين على مشاركتهم ونجاحهم لهذه البطولة ويستاهلون حقيقة هذا الشكر والتقدير بدورهم واهتمامهم في سباقات الهجم في دولة الكويت. بالفعل الآن لمدلل لأحمد محمد الخيلي من دولة الإمارات العربية وهذا طبعا ثاني انتصار الآن لدولة الإمارات العربية المتحدة. نقول لهم ألف ألف مبروك. بالفعل بما كان أيضا لهم كان شوط واحد فقط بعدها أيضا الآن حققوا الانتصار الثاني في الشوط العاشر نتيجة صحيح لكم. بالفعل أخوي عبدالهادي مبارك ما قصر مدلل الأحمد بن محمد الخيلي فاجأ بالأمتار الأخيرة والملخص الزمني في لحظات وصول مدلل عندما حقق الإنجاز في هذا الشوط شوطنا العاشر أحمد مع توقيت زمني 7 دقائق و47 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك إلى دولة الإمارات الحبيبة. ألف مبروك المركز الثاني وصلت به أيضا مبهج وتعود ملكيته لزايد العتيبي ب7 دقائق
و 48 ثانية وجزئين وحيدين من الثانية. ثانينا والف مبروك. المركز الثالث وصل فيه حشر من ظفر الهاجري بسبع دقائق و 49 ثانية. تهانينا والف مبروك لجميع الأخوة الفائزين بهذا الشوط، كان شوط بالفعل حماسي من بدايته إلى نهايته يعني، وما قصر مبهج وما بين مدلل، لكن مدلل كان له نصيب الأسد بهذا الشوط. وذكر أن أفضل توقيت زمني بالفعل لهذا الشوط لهذا اليوم يوم اللقاية اللي هي الدوحة لفهيد بن محمد بن سلعان، حقق توقيت زمني 7 دقائق و30 ثانية و15 جزء من الثانية. يا أخوي بن مبارك يستاهلون الناموس ويستاهلون آل سلعان بمناسبة حصول الدوحة على المركز الأول وحصولها على أفضل توقيت زمني لهذا اليوم. نعم بالفعل نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع في مشاركة الإخوان وكذلك أيضا على إنجازهم للآن الشوط الحادي عشر والشوط الأخير أخوي عبد الهادي. صحيح. بالفعل طبعا نتابعه من قبل الإخوان كذلك أيضا شوط يعتبر بكار، شوط اللقاية بكار. صحيح. شوط بكار ومشاركين نتمنى لهم في ختام سن اللقاية التوفيق إن شاء الله. شوط البكار والله فيه أسماء رنانة جدا وأشواط يعني من أحد الأشواط الأقوياء والله، وأنا أرشح تقريبا ما بين وعد لعيد بن سالم بن سالمين وأرشح الطاغية لسهيل الرملي العامري، والتوفيق للجميع إن شاء الله. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع في هذا المشاركة وكذلك أيضا على هذا الإنجاز من قبل إخواني المشاركين على هذه المنافسات القوية وكذلك أيضا متابعتهم. لم يتبقى عندنا الآن في الشوط لقاية أبكار في شوطنا الحادي عشر في هذه أيضا الأمسية، وكذلك أيضا متابعة الإخوان أيضا في المضمرين وكذلك أيضا إلى الميدان لهذا التجهيز الذي نشاهده أيضا من جهاز الستارت أو المطلقين على أداء دورهم ومهمتهم في مثل هذه المشاركة وأيضا استعدادهم لهذه الانطلاقة. لحظات إن شاء الله نتابعها الآن لانطلاقة الشوط الحادي عشر في هذه الاستعداد. ننقل الميكروفون إلى زملاء المعلقين إلى الميدان. مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، على بركة الله تعالى أعلنت البداية وأعلنت التحدي وأعلنت المنافسة من جديد هنا من أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، الذي يرحب بجميع الأشقاء القادمين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والصديقة للمشاركة في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. تنطلق هذه الشعارات يزدان الميدان بانطلاقتها وبتنافسها وتحدياتها، من واقع شعاراتهم وتحدياتهم ننطلق مشاهدين الكرام في أول جولة تعريفية للمتقدمين في هذه اللحظات. هنالك وعد عيد لعيد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري الذي ينطلق مع وعد التي في هذه اللحظات هنالك على المركز الأول بانطلاقتها وتحدياتها بهذا الشعار، شعار عيد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري. نقلتنا إلى ثاني الأسماء، هنالك فرحة وصلت في هذه اللحظات على ثاني المراكز، تنطلق هنالك بشعار ناصر بن شافي بن حمود العجمي الذي ينطلق بتحديات شعاره. هنالك راعي الحذر قادم بكل قوة وتحديات شعاره. هنالك ممثلا للمشاركة الكويتية في انطلاق تحديات فرحة التي تتواجد على ثاني المراكز. ثالث المراكز وصلت هنالك وانطلقت في هذه اللحظات، هنالك أثير وصلت أثير مع انطلاقة خالد بن حسين بن مانع بدواس العجمي، ينطلق في هذه اللحظات على ثالث المراكز
ممثلا كذلك للمشاركة الكويتية وانطلاقة هذا الشعار الذي يتواجد على ثالث المراكز. رابع المراكز وصلت في هذه اللحظات هنالك مقطوفة وصلت مع راشد بن سالم بن محمد المري القادم كذلك من المملكة العربية السعودية. الله الله الله، أبناء المملكة العربية السعودية قادمين ومتنافسين مع رابع المراكز. خامس المراكز وصلت هنالك شأن، وصلت شأن في هذه اللحظات هنالك مع قبلان بن جمعان بن سالم الدوسري ممثلا كذلك لأبناء الدار هنا في هذا التحدي في هذا الانطلاق الشيق. مع الخمسة المراكز الأولى انقضى النداء، نعود إلى المقدمة، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع من يتواجدون هنالك مع المركز الأول بشعارهم وانطلاقاتهم. هنالك أبناء قطر هنالك متواجدين مع تحديات وانطلاقة وعد على المركز الأول. هنالك عيد بن سالم بن جار الله بن سالمين هنالك مع تحديات وانطلاقة شعاره، ولكن يا بن سالمين ما من سلامة من هذه الشعارات المتواجدة. هنالك شعارات حاضرة بكل قوة، هنالك التحدي والإثارة حاضرة مع هذه الشعارات التي تنطلق هنا على أرضية الميدان. من تواجدت في هذه اللحظات؟ تنطلق هنالك رقم 30 غير مدونة لدينا، ولكن لحظات ونتعرف عليها نقلتنا إلى من تتواجد هنالك على خامس المراكز. وصل شعار الرملي ينطلق في هذه اللحظات مع تحديات شعاره وانطلاقة أبناء هنالك دولة الإمارات العربية المتحدة مع طاغية السهيل بن الرملي بن محمد العامري ينطلق في هذه اللحظات مع تحديات شعاره، ولكن من تواجد في هذه اللحظات وانضم إلى خضم المعركة في هذه اللحظات ينطلق في هذه اللحظات هنالك من تواجد على المركز الأول مطلق بن سعد العنزي على المركز الأول ينطلق في هذه اللحظات قادم كذلك مع تحديات شعاره وانطلاقته. من يتواجد على المركز الأول قادم من دولة قطر الشقيقة هنالك في المركز الأول مع تحديات. من يتواجد على المركز الأول مطلق بن محمد أو المطلق بن علي العنزي على المركز الأول. الله الله الله، تنطلق هنالك مذعورة بسميها مذعورة، مذعورة على المركز الأول تنطلق في هذه اللحظات مع مطلق بن علي العنزي الذي ينطلق هنالك مع المركز الأول، ولكن من وصل على ثاني المراكز ينطلق هنالك في هذا التحدي المثير مع من تصل على ثاني المراكز ولكن غير مدونة لدينا لحظات ونتعرف على ثاني المراكز الواصلة في هذه اللحظات. من تنطلق على ثاني المراكز أتوقع أن شعار بن بطي الذي يتواجد على ثاني المراكز هنالك من واقع الشعار وتحدياته. من تتواجد هنالك مع ثاني المراكز بانطلاق من يتواجد؟ نقلتنا مشاهدين الكرام إلى ثاني المراكز الفائزة هنالك مع من تتواجد في هذه اللحظات. علي بن راشد بن مقارح قادم بكل قوة مع ثاني المراكز بتحديات الفائزة باحثة عن الفوز باحثة عن الانتصار. نقلتنا إلى ثالث الأسماء وصلت خزامة وصلت خزامة بتحديات حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وصل الهديفي بشعاره بقوة شعاره بثقل شعاره هنالك على ثالث الأسماء. رابع المراكز من القادمة في هذه اللحظات والانطلاق مع المتواجدين والمتنافسين. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مذعورة. من تتواجد أو شهد نعم وصلت المعلومة مطلق بن علي العنزي يتقدم الجموع في هذه اللحظات في زحف الزحوف في شوط الختام. اقتتال حتى اللحظات الأخيرة. الله الله، بدأ الصراع بدأ النزاع اختلط الحابل بالنابل. والله ما أقدر أذيع، هذه أسماء تتنافس على المركز الأول اختلطت الشعارات ببعضها. الهديفي قادم بكل قوة ينطلق في هذه اللحظات مع شوط الختام. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع خزامة يا خزامة. وصل الوهيبي في هذه اللحظات ممثل السلطنة الدائم قادم بكل قوة من واقع شعاره وتحدياته ينطلق انطلاقا ممتاز. الله الله، بدأ الصراع بدأ النزاع بدأ الاقتتال حتى اللحظات الأخيرة. وصل التحدي. الله الله الله، إلى أين السلام؟ إلى أين التحدي؟ إلى أين الانطلاق؟ جلمودة وصلت في هذه اللحظات تنطلق هنا
على المركز الأول محمد بن ناصر بن راشد الهاجري ينطلق في هذه اللحظات على المركز الأول. الله الله على المركز الأول تنطلق هنالك جلمودة جلمودة لمحمد بن ناصر بن راشد الهاجري على مقدمة الشوط بعروض ممتازة بعروض شيقة. هنالك القدوم القدوم مع نواف بن سعد الدوسري هنالك على ثاني المراكز ينطلق مع تحديات الشعارة ينطلق هنالك مع تحديات أو شواهين لإغدير بن حميد بن عثعيث الراشدي على ثاني المراكز. نرى المركز الأول هنالك الوصول مع جلمودة لمحمد بن ناصر بن راشد الهاجري تهانينا وألف مبروك على حصوله على المركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول هنالك مع شواهين لإغدير بن حميد بن عثعيث الراشدي الذي حصل على المركز الثاني. ثالث المراكز كان الوصول مع خزامة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. تهانينا مشاهدين الكرام لمالك جلمودة محمد بن ناصر بن راشد الهاجري على حصوله على المركز الأول. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من ميدان الشهيد فهد الأحمد يرحمه الله في سباقات الهجم في دولة الكويت للبطولة 19 على التوالي لموسم 2018-19 في مثل هذه السباقات. ومن هذه الإنجازات التي نتابعها أيضا من هذه الأشواط الممتعة للمملكة العربية السعودية حصولهم على 6 أشواط أو 7 أشواط تقريبا، ودولة الإمارات شوطين ودولة قطر شوطين الآن في هذا السباق. وكذلك أيضا إخواني رئيس أعضاء مجلس الإدارة مع بالغ الشكر والتقدير أيضا بدورهم واهتمامهم في بطولة سمو سيدي قائد الإنسانية. الآن شوط اللقاء يبكر الدوحة لمحمد بن محمد راشد العذبة. ألف ألف مبروك لدولة قطر الشقيقة حصولهم على المركز الأول. شوط الرمز مبروك. راشد بن سلعان يستلم الجائزة مبروك. ألف ألف مبروك لدولة قطر الشقيقة حصولهم على شوط الرمز لشوط اللقاء أبكار الدوحة لمحمد بن حمد بن راشد العذبة وحصول محمد بن حمد العذبة على المركز الأول. مبروك مبروك على هذا الإنجاز. مبروك يا قطر، مبروك لأهل الدوحة واليوم الدوحة أيضا حصولها على هذا الإنجاز والإبداع. مبروك دولة قطر الشقيقة تكسب المركز الأول في الشوط الأول الرمز. يستاهلون يستاهلون على هذا الإنجاز والناموس. الشوط الثاني الرمز لحصول لقاي قعدان كفو لراشد البطي محمد المري من دولة قطر. ألف مبروك مبروك دولة قطر الشقيقة حصولها على الرمزين في هذا المساء. اليوم 11 شوط دولة قطر حصولها على انتصارين. ألف مبروك بحصول كفو لراشد بن بطي محمد المري. سعيد بن بطي يستلم هذه الجائزة المضمر
بالفعل دولة قطر نقول لكم مبروك على هذا الإنجاز والإبداع، وبالفعل شوط الرمز سعيد بن بطي الزعبي نقول لك مبروك وتستاهل. ألف ألف مبروك، يستاهلون هالقطر حصولهم على أشواط الرمز، مبروك مبروك يستاهلون. شكرا لإخواني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بتكريم ضيوفنا من دولة قطر الشقيقة على هذه المشاركة وعلى هذا الإنجاز والإبداع، وكذلك أيضا من هذه الأشواط والتحديات التي نتابعها اليوم في ضمن هذه المنافسات للبطولة 19 على التوالي. نقول مبروك مبروك بما قدمتم وأبدعتم في دوركم واهتمامكم في مثل هذه الأشواط. وصلنا طبعا الآن إلى هذه اللحظات الأخيرة ومسك الختام لإخواني أيضا في مشاركتهم، بالفعل نقول لكم ألف مبروك للجميع، ونستودعكم الله ليوم قد إن شاء الله بإذن الله تعالى في الساعة الواحدة ظهرا لنكمل مشوارنا لهذه البطولة يوم الختام الخميس القادم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء. مرحبا باللي لبونا عدد وبالمخيل، مرحبا بضيوفنا يا هلا والبن هلا، مرحبا بدار شيخ يا أسفل مستحيل فيكم.